يا عاقدا للحجاب تحت جبين كاللجين، يا عاقدا للحجاب تحت جبين كاللجين، قتلت غيري مرة، قتلت غيري مرة، أما إلي أما إلي مرتين. ظبي بعينيه حرار والخد يحوج النار، ظبي بعينيه حرار والخد يحوج النار، إن روض العيار، إناسه روض العرار، وأهله في الروضتين، قتلت غيري مرة، أما إلي أما إلي مرتين. لم أخلو وقفت كلي على رضاه، وقفت كلي على رضاه، كالعبد مغلول اليدين، قتلت غيري مرة، أما إلي أما إلي مرتين. حلو. شكر كبير لرنا دياب وابريل سانترن على الرق، رح نتعرف عليهم اكثر بسياق لقائنا. بدي احيي كل عم بيتابعونا اليوم على شاشه ال بي سي، بنطلع عليكم دائما بحلقه جديده من برنامجنا ببيروت، لنمضي ساعتين ونص من الوقت متعرف على ضيوف جديد ونشاطات كمان عم بتصير ببيروت. اليوم رح نترافق بهاللقاء انا وماريات. مرحبا ماريات. هاي ساشا، كيفك؟ تمام منيحة. هلا الحلو انه بس تبلشي بالميوزيك، يعني بالموسيقى هيك ساعتين ونص، بحسهم انه واو رح يكونوا حلوين ومشوقين، خاصة انه اليوم كل مواضيعنا بتتمحور حول الموسيقى يلي بعتقد انه هي لغة عالمية، وهي أكثر وسيلة بنقدر نعبر فيها، إن كان بالحزن بنحط الموسيقى على العالي وبنسمع، أو حتى نحن ومبسوطين بنفس الطريقة بنعبر، يعني مواضيع شيقة كثير حلوة رح تكون ناطرتكم خلال هالساعتين ونص من الوقت، وبنبدأ حلقتنا مع بيكتشر أوف ذا داي يلي لها علاقة بجاستن بيبر. هيدي الصورة أخذت له لما اعتقلته الشرطة، كان عم بيسوق بميامي وكان تحت تأثير الكحول، قدر يظهر بعد كم ساعة من بعد ما دفع كفالة بقيمة 2500 دولار. بس ليكي شو حلو ساشا بالصورة، مبتسم اكيد، مبتسم كثير بهالصوره، ما عمل الموضوع انه توقف عادي، شيء كثير عادي، بركي للمعجبين انه لو شو ما كانت المصيبه قد ما كانت كبيره، يعني دائما على الكاميرا انه انا دائما موجود بالخدمه. صح. هي صوره اليوم كمان بتعرفي ماريات، اليوم عندنا حصه كبيره للمحطات الموسيقيه وتحديدا كمان مع الأدود الحلبيه. صحيح. وضيفنا رح يكون مايسترو احسان المنذر، رح يحكينا اكثر بالتفاصيل عن مميزات هالفن والأدود الحلبيه، يعني هالفن اللي بعتقد قد ما هو راقي. صح. للأسف عم نخسره شوي شوي، فياريت هيك منرجع منعيشه من خلال هاللقاء يلي رح يجمعنا مع كل الضيوف. خلينا نشوف هاللمحة السريعة شو عنا من فقرات لحلقتنا لليوم. اليوم في ببيروت عرض أزياء مباشر من فراس أبو حمدان. رشا مكي تزين إطلالتها بأكسسواراتها الجميلة وهدية لزوار سيتي سنتر. دكتور رولان طعمي يجيبنا، هل يستخدم أطباء التجميل مهاراتهم في صنع جمال زوجاتهم؟ جابر علوان رسام من اسم وتاريخ. ونتابع عرض فالنتينو في باريس فاشن ويك، وغيرها من الفقرات والضيوف والمواضيع، فابقوا معنا.
بنبدأ حلقتنا مع الجمال والتجميل. مين منا ما بيحب يضل دايما هيك بتألق دائم، ومين منا ما بتجذبه صور الجميلات حول العالم؟ ولكن هل من معايير معينة لهالجمال، وهل في شيء متفق عليه؟ يعني مين قال انه هالفنانة او اطلالة هيدي السيدة احلى من الثاني؟ ولكن اليوم موضوعنا عن الاطباء التجميل او جراحين التجميل وزوجاتهم شركاتهم. هل دايما بتعرفي مريات تصير تسألي لازم تكون طبيعية ما تعمل اي عمليات تجميل الا من بعد ما يتجوزوها؟ ما بعرف يعني بلحظتها بدنا نسأل شو معقول يصير فيها. الموضوع كتير شائك، رح نطرحه بهالفقرة مع ضيفنا جراح التجميل دكتور رولان طعمي. اهلا وسهلا فيك دكتور طعمي. اهلا فيكم، كيفك؟ ماشي حالك؟ تمام. حضرتك متزوج مثل ما شايفه. اهلا وسهلا. يعني الموضوع اكيد رح ندخل بتفاصيله اكثر، ولكن خلينا نبتدي هالفقره بهالتقرير، خلينا نشوف شو تفاصيله ونتابع. إذا كان صناع الجمال لا يتفقون على معايير جمالية معينة عندما يتعلق الأمر بالعمل، ففي حياتهم الخاصة يتفقون على أن جمال المرأة الحقيقي يكمن في صفاتها الداخلية، وهذا ما يجعلهم يرتبطون بواحدة دون الأخرى. المعايير اللي بحطها لحتى لأختار شريكة حياتي ما كتير لها علاقة بالشكل الخارجي. يعني شريكة حياتي صدف أنه تعرفت عليها بفترة كنت بأول دراستي الجامعية، يعني خلصت الطب وكنت بدي أعمل جراحة التجميل والترميم. لا يؤيد أطباء التجميل فكرة أن من يجمل الآخرين بإمكانه أن يصنع جمال زوجته، وإن عادوا في نهاية المطاف إلى نقطة الصفر يتفق على توظيف أناملهم وخبراتهم للمحافظة على جمال زوجاتهم وتجنيبها آثار شيخوخة. مرتي قلت لك مستعدة تعمل شو ما لازم تدلها صبي، منا العمليات التجميل يلي في براسها في مخطط انه تعمل اكس واي، خاصه انه بعد ما انجبت ثلاث اولاد. هلا البوتوكس والفيلر ما بنعتبرهم عمليات تجميل، تصور صار 99% من النسوان يعني عم بيستعينوا فيهم تيرجعوا هيك يعلوا لهم شوي معنوياتهم، بس يعني واحد ما لازم كمان يزيدها. زوجتي طلبت مني انه تعمل اشياء صغيره بتعرف مثل كل الصبايا، بس لحد هلا لا بعد مش عامله شيء، يعني عمليات اشياء صغيره اكيد بالعياده. مثل شو؟ مثل بوتوكس وهيك قصص، هي بالاخص بتطلب تعمل انفر منخاره، بس انا رفضت بالاول ورجعت اقتنعت مني بالاخر لانه بعتقد انه بيعطيها نوع من الكاركتر مناسب لوجهها. الجمال طبيعي ومش عيب اذا تزبط مع الوقت، يعني اذا في شيء انتزع نرده مثل ما قلت لك على طبيعته. كمان ما بدنا ننسى انه الجمال مش بس بالشكل، الجمال هو الشكل والمنطق والاخلاق. إذن مع تغير نظرة الشباب اليوم إلى جمال المرأة وعدم تقبل الجمال الطبيعي، يبقى جمال الروح والشخصية أهم بكثير من الجمال الخارجي بالنسبة لجراحي التجميل. نتشكر أكيد زميلتنا كريمان لأعداد هيدا التقرير. بداية دكتور طعمي، قبل ما نعلق على التقرير، هل من معايير معينة للجمال برأيك؟ ومين قال أنه يمكن هيدا الست أحلى من الثاني برأيك؟ هو للأكيد في معايير للتجميل للأشخاص وموجودة من زمان، من أيام ما ليوناردو دافنشي، من أيام ما كانوا يرسموا. هلا أهم كريتير هو بسموه السيمتري، يعني التوازن بين لليمين للشمال، لكل هالشي يكون متناسق مع بعض. هلا من زمان كمان مقسم الوجه، مثلا للوجه مفروض يكون مقسم من ثلاث طبقات قد بعض، يعني من الدقن لحديد المنخار، قد من المنخار لكعب الجبين، قد من الجبين لفوق لازم يكونوا قد بعض. عرض الوجه لازم يكون قد خمس عيون، يعني بين عين وعين لازم يكون في عين، من العين لهون في عين. هلا هول كلهم مثل اذا بدي كريتير موجودين للجمال اللي بقولوا الايديال، هذا هو اللي لازم نبشوا عليه. الجمال المثالي. الجمال المثالي، بس مش هو هذا اللي بنلحقه، نفس الشيء بالبروفيل، في نفس الشيء قد لازم يكون دافش الدقن، قد لازم هون لاحظون بعد مراقبه ولاحظون اكثر شيء بتنجذب العين لهالشيء. هلا بالاخير
مش هذا هو كريتير الجمال قد ما هو في قصص ما في يلعب عليها التجميل، اللي هن الشارم اللي هي الجاذبية الموجودة. في أوقات في شخص يكون عنده ديفو بوجهه وهالديفو يخلي يجذب، يعطي يجذب يعطيه جاذبية أو كاركتر، يعطي جاذبية أو طريقة أو الضحكة أو يمكن الغميزة اللي بتطلع بس واحد يضحك، أو في كتير قصص تلعب دور بتخلي تعمل جاذبية أكتر من ما هن القصص إذا بنلحقها مثل على الماسترة قدي هون كم سنتي وقدي هون شو لازم. دكتور إذا بدنا نرجع للتقرير، يعني انتبهنا أنه حكم التجميل يمكن قد ما بيجمله بهالستات لما يختاروا شريكة حياتهم ما بيختاروها على المسطرة، يعني ما بيختاروها أنه تكون المواصفات العالمية كلها موجودة فيها وبوجهها. أنت كيف اخترت شريكة حياتك أول شيء؟ هلا سائبت أنه مرتي حلوة، بس مش هيدا هو الكريتير أنه تنقيت مرتي. بالأخير مثل ما قلت لك في جاذبية، يمكن انجذب لشخص يكون بشع مش حلو وغيري يطلع عليه يقول يه مش حلو هالشخص. بس عادة أنه كطبيب تجميل بتدقق أكثر من غيرك هيك لما تطلع بالسر. هلا أكيد عنا بسموها ديفورماسيون، أول ما بتطلع بالشخص دغري بتعملي أناليز شو الغلط شو المش غلط، بس مش هيدا الشيء اللي بيجذبك. وما بعتقد إذا بدنا نبني تنبني حياتنا مع شركتنا على هيدا الكريتير السطحي اللي هو الخارجي، يعني ساعتها كارثة. بس أكيد الجاذبية بتلعب دور، وأكيد كل واحد ذوقه شكل مثل ما بيقولوا بينجذب لهالشخص الثاني. وما منا يعني مثل بقيه العالم، يعني بالاخير رح مش رح نبش على ناخذ الماستر يكون دائما بجيبتنا طلعناها وناخذ الاقياس وطلع هي من كذا. لا هي لا. هلا ممكن لجراح التجميل يحول زوجته يمكن لتوب موديل او لموديل بيتمثل فيها او بيحلم فيها او لا لازم تكون على طبيعتها؟ في مشكله نفسيه فيه وفيها، يعني تال واحد يوصل لهالدرجه من التفكير يضيع شو الطبيعي شو بده. يعني بالاخير كل انسان اوكي كلنا عنا دفوياتنا، والتجميل بينجح وقت بتعمل شيء بمحله مبرر، يعني وقت بتعمل شيء مش مبرر بمحله بتوقع بالمشاكل، بتوقع بهالشيء اللي بتسمعي انه كل النسوان صاروا بلبنان بيشبهوا بعض، كل اذا بتفتح المجال كلهم مثل بعض. هون هي المشكله. هلا اذا شيء محله ليه لا انه الواحد يحسن، يعني اذا عنده بس يغير، يعني بالتقرير في طبيب اجنبي شفناه حول زوجته، يعني اذا بتعمل بيفور اند افتر ما بتعرف انه هيدي زوجته هيك كانت. انا برايي هون في مشكله نفسيه، يعني فيه وفيها، يعني اثنيناتهم مش مرتاحين بحالهم، وهي هي الشغله كثير مهمه. اهم شيء الواحد يكون مرتاح بحاله، عنده ثقه، والشيء اللي زعجه بيشتغل عليه، بس مش انه يمشي على كريتير انه المره الايديال بده ينبش عليها. لا بس انه غلط يغيرها، يمكن هو لاقى اذا حابه وقصص زعجت. انا لا انا ضد كل شيء زياده، هاي تنبلش مثل ما قالوا كله شيء زياده. هلا بالاخير اكيد ما رح اتفق معها اذا كانت من النوع اللي بدها دائما مرتي، يعني تعمل قصص زياده ومش بمحلهم، او انا اذا بدي ضلني لاحق القصص المش طبيعيه، ضلني انفخ لها خد او انفخ لها شفافه او ضلني بوتوكس ضلها جامده كل الوقت، لا في شيء مش نورمال بالاخير، وما بنبسط وما بفتخر بهالشيء. اذا هي طلبت وانت ما كنت مقتنع دكتور بتخليها توصل يعني لوجهه نظرك او ممكن تقنعك هي؟ ايه مبدئيا ايه، بس عندنا ميول مثل ما بيقولوا في الامثال يلي باب بيت النجار بلا باب دار. الواحد شوي ما بيهتم مثل ما بيهتم بي وقت يكون عنده زبونيات، يعني فيك تقشع هالشغلتين بحكم التجميل، فيك تقشع حكم التجميل ما بيهتموا بالمره بنسوانهم، بتطلعي نسوانهم يعني ما في ولا شوية اهتمام، وفي عالم عم بيزيدوها عم بيفوتوا ساعتها باللعبة الزيادية اللي بيصيروا إبرة ورا إبرة ولا نفخة من هون ولا. طب دكتور برايك هي ما بتتأثر بالحياة اللي عايشها جراحة التجميل؟ يعني كل يوم يمكن بتشوف هالتغير على السيدات، تشوفي تقنيات جديدة، هي بتكون على اطلاع فيها أكثر من غيرها. أكيد بس هيدا الشيء كمان بجرها إذا بدك، حتى لو مش مقتنعة بتتأثر كمان بالعالم اللي عايش فيه شريكة. مثل المجتمع هلا بجر الكل، صار عم بجر الكل بهالشيء. هلا عليه الحكيم يدلهم على الطريق الصح، يعني بالأخير نحن مفروض ندل على شو لازم شو هيدا، وبالأخير كل واحد شو الريزلتات اللي بيطلعوا، يعني اهم شيء ما نوصل لهالفينومين اللي كلهم عم بيهاجموه هلا صاروا. وبعتقد العالم صار عندهم توعيه مؤخرا، يعني صار بيجوا بيطلبوا مثلا اذا بدهم بوتوكس بليز ما بدي يكون جامده، ما بدي يكون او ما بدي مثلا كبر شفافي يصير يدلوا علي كله، صاروا شوي عم بيستوعبوا العالم اكثر الميول للطبيعي للسلس اللي بيكون مثل ما بتشوف الستار بهوليوود. كلهم بتلاقيهم بعدهم صار عمرهم 50 سنه مثلا وما تغيروا، يلا حدا من الناس وما تغيروا، لانه عم بيعملوا قصص صغيره خفيفه نظيفه عم تخليهم ضلوا محافظين على هال
لوك الحلو. دكتور يعني مرته لطبيب التجميل دكتور سهيل حجيلي الإعلامية هيام أبو شديد، ومرته لدكتور نادر صعب الإعلامية أنابيلا هلال، هن تحت الأضواء يعني لما بغيروا حق بحالهم ولما بيزبطوا بحالهم تعتقد عندهم إكسكيوز تسمح لهم على أنه مثلا مرة عادية مش ضروري هالقد تهتم بحالها؟ لا أنا مع أنه يهتموا بحالهم، هالأوقات في متطلبات الكاميرا غير متطلبات الحياة الكل يوم. يعني أوقات بتلاقي في قصص بتبين على الكاميرا بتطلع على الشخص برا طيب ما عم بقشعهم، وهالشيء اللي حتى صار يسموه الفينومين تبع الفيسبوك، صارت العالم من وقت ما صارت تصور حالها من وقت صارت تطلع أكثر على السكايب أو شو ما كان يكون صحيح. عم بيبينوا ديفويات ما عم بيكونوا بالوقت اللي بتجي بيسألوك عنه هون بيضطروا يعملوا أكثر من غيرهم كرمال يغطوا أو هالقصص صغيرة هلا بالأخير كل واحد اللي بتبين أكيد ايه. بس هيدا الشيء إذا صار شيء فاضح كثير وظاهر يعني للعلن والناس لاحظت انه كانت اجمل يمكن قبل هيدي الشريكة او زوجة طبيب الجراح ما بتأثر على سمعة الطبيب بحد ذاته؟ اكيد 100% كيف انه بتلعب دور اكيد بقولوا اذا مرته هيك لكن كيف شو بيعمل بزبوناته كمان لها علاقة هلا في كتير قصص بتلعب دور بس انه ايه اكيد لها علاقة بسمعة الطبيب بالتفكير بسمعة طب اول شيء بدك تغيره بمرتك شو؟ ماشي هلا عم تحضرنا ولا شيء ابدا طمني بالك ما ولا شيء يعني قد ما تنقي لا بس انا مع مثلا كثير مع بعد ما نجيب هلا صار عندنا صبي صار عمره سنتين بعدين بصير عندنا اولاد اكثر انا اكيد مع كل شيء عمليات للجسم يعني اذا في مجال لشد بطن او للثدي او كل شيء بيتاثر بالحبل ليه لا اكيد 100% اكيد نبلش بوتوكس اذا في لزوم بعد ما بلشنا لانه عمره 30 مرتي بس يا دكتور عم ببلشوا بالعشرين انه بعدها مضايني على 30 شغله منيحه 100% انا مع اذا بمحله كل شيء بمحله صح في عالم تبقى الاكسبرسيون بوجهن كثير قويه فيك تبلش ب 24 سنه في عالم تبقى وجههم بيبقى رايق ما عندهم هالتجاعيد فيك تبلش اكثر من 30 ما في قاعده يعني في حسب شو لازم شو حاجة الشخص 100% دكتور يعني اليوم ضويت على هذا الموضوع ويمكن كل امرأة أو سيدة متزوجة من طبيب تجميل بتعتبر أنه خي هيدا هم بالناقص راح عليها ل 30 سنة لقدام أهلا وسهلا فيك الله يخليكم لبعض وشكرا لحضورك معنا مشاهدينا راح توقف مع أول فاصل بحلقة اليوم من ببيروت ثم نرجع يا حلا سحر عيونا سحر عيونا 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 فوق تا فوق تا أريد الخدود ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي وازدرت الأغصان لينا الأغصان لينا يا عيني يا عيني حسن ما يا ليل ليست القدود أمان بعيون النجم سود ليه
بعيون يا ليل النجل سود أمان 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 يا يلا الأماني الأماني يا ليل. كمان مرة شكرا لرنا دياب وإبريل سنترون على هالبرفورمانس الحلوة، رح نتعرف عليهم أكثر بعد شوي ضمن ببيروت. أما هلأ فمننتقل لموضوع آخر، بس بعتقد أنه كل السيدات بتحبه، بتحب تتعرف عليه وبتحب تعرف كل شيء عنه، مع مصممة المجوهرات رشا ملكي. أهلا وسهلا فيكي. رشا، يعني ما فينا نقول إلا أنه كل سيدة اليوم أهم شيء عندها من بعد ما تلبس تعرف شو تختار أكسسوريز، فكيف إذا كانوا من المجوهرات اللي وحدة جان وحلوة عملت لنا هني؟ أول شيء هذا العقد تصميمك أنت. هيك مبلشين يعني. عم شوف على كل حال مجموعة كبيرة رح نحكي عنهم بعد شوي، بس شو اللي أخذك لتصميم المجوهرات؟ هي أنا كنت يعني أنه من أنا من لا هي من انا وصغيره يعني كنت بحب يعني يا بعمل تيب يا بعمل توبيت يا بعمل ديساك يا اما بعمل يعني اكسسوارات معمولين يعني على يعني كان إيه؟ عندك هيدا الاتجاه لانت تخترع الاشياء من انا وصغيره يعني بعتقد هيدا انه اخذته من ستاتي الاثنين يعني تيناتهم كانوا يدرسوا كنت بحدا بالعيله اوريدي بيعمل هيك بحبوا يعني دونك هيك حببوني فيها للشغله زيادة. وانا يعني بعدين على كبر حسيت حالي انه برتاح اكثر انه بتصميم الاكسسوارات لانه هيك شوي اركيتكتور يعني بتطب انه بتخص الخبريه بالاركيتكتور دونك ايه بحب هدول. طيب كيف تطورتي رشا؟ يعني كيف طورتي هالهوبي؟ يعني درستيها، رحتي اكثر يعني صرتي تشوفي تحضري معارض، تسافري، تعرفي شو جديد؟ مزبوط. ايه هلا دائما يعني الواحد لازم يكون عم بيلحق ترند، يعني ما فيك تغيري عن هذا الموضوع. يعني في موضة بالمجوهرات رشا، او مفروض انه كل شخص هو عم يبتكر يعني القصص اللي بتخصه يكون متميز، ما يكون بيشبه حدا ثاني؟ ايه اكزاكتومون، يعني انا بجرب قد ما في يعني لما بعمل ديزاينات يكونوا تايمليس، يعني انه بده يقطع مر الزمن يعني عليهم ويضلهم يعني مثل ذا ليتل بلاك دريس. اوكي. إيه انه تضلك عم تلبسي هيدي الشغله يعني، واللي حلو هو انه لانه انا غراضي كلهم معمولين سيلفر دونك بتضاين، يعني بدل فيك تروحي تهتمي فيها مثل المجوهرات نفس الشيء، يعني بدل ما تشتري قطعه التنك تدفعي نفس السعر كرمال شيء يعني يضله عندك لا فور ايفر يعني يضين اكثر. ايه. طيب رشا، هيك عم نشوف على كل حال كم شغله جبتيها، وكمان جايبتي لنا كثير اشياء، وفي هديه بانتظار احد الاشخاص الموجودين بسيتي سنتر. بس رشا بتسافري؟ يعني بتلحقي الموضه بهذا الموضوع؟ كثير كثير بروح. بفوت مثلا احجار مع الديزاينز اللي بتعمليهم او لا؟ بلا، بستعمل يعني لي بيير سومي بريسيوز، بستعمل كمان الزيركون الشوارفسكي والبيرل تبع شوارفسكي لانه ذير كونفليكت فري، يعني انه لانه كمان الواحد لازم ينتبه من انا بجيب الغراض تبعه حتى. نعم ايه. صحيح. وبما انك جان هيك تصاميمك لمين بتتوجه؟ للاشخاص اللي من عمرك او معقول الاكبر سنا يكون عندهم حظ عندك؟ في لكل العالم، في للي يعني تري جون يعني اللي اصغر من عمري اللي لمن عمري، وفي للي اكبر. في ديزاينات كثير ستاتي، وكمان بعمل على الطلب يعني القطعه بتتزبط، كمان بتضطر انه بتحطيها بترسعي لها اساس انه ديزيركون او كيك شوز، بس كذبين انه تحت تصير انه تلبق للاكبر من عمر. يعني مين بتاخذي ذوق مين؟ ستاتك لما بدك تشوفي اذا منيح العمر او لا؟ نو با دي تو، ان فات ما انه ما بعرف تعرفي ما مش بسال راي حدا لما بدي اعمل شغله غير العالم المعنية يعني بهذا الموضوع، يعني الترانش داج يعني اللي بين العمر اللي فوالا بتناسب للديزاين اللي بدي اعمله، وباخذ راي كثير عالم. طيب بدي اقول لك شغله، انه عاده لما بيكون في مثلا عرض ازياء، بنعرف عرض ازياء خريف ويعني ربيع شتاء وصيفك، يعني انت كيف كمان بالمجوهرات في يعني كل سيزون لها الوانها لها موديلاتها لها توجه تبعها؟ مزبوط، بس انا لانه بجرب كون تايمليس
يعني عم جرب كون يعني اوغ برات خارج التيار اذا بدك يعني حتى لا يلبقوا للكل يعني ولا اكزاكتومون حتى تضلك انه ترجعي تلبسي القطعه شو ما كانت الموضه يعني حتى تضلك انه تقبلي ملاحظات رشا يعني إيه؟ اذا حدا قال لك انه لا مش حلوه حدا عيدك الشغل بتنزعجي اكيد ما كله هن اذواق الواحد يعني ما بتوقف انه على ذوقه للواحد العالم كل العالم كل واحد عنده ذوقه وعنده حريه يعني اوقات اذا حدا قطعه مش على ذوقك بتعصبي او بتمرقي له اياها اذا منه انا على ذوقي لا او كونترير اي ابريشيت انه اي ابريشيت بتقدري هيدا الشيء وبتضبط تحسني اول شيء رشا يعني عم شوف هيدي الهديه بدك نفرجي اول شيء شو جايبه لل لاحد الاشخاص الموجودين معنا رح يكون عنده هلا بتخبرينا عنها انت رشا هيدي الهديه كوليه عقد بما انه هلا جاي فالنتاين ايه؟ سو من واحد المناسبه فوالا يعني. من واحد المناسبه انه قررت انه نهدي ستيرلينج سيلفر 925 ملبس رجم اسود النكلس والبندنت اثنيناتهم وهيدول التكنيك تبع الشغل تبعها يعني ضمت كذا نوع تكنيكات مع بعض حتى انت بتشرفي على الشغل رشا انت بتتابع الشغل انت بترسمي الموديلات حتى انت بتعملي كل شيء من الاول للاخر يعني بدي اقول لكم انه رشا وان وومن شو اذا هيك خلينا نبلش هون في شفت كذا عقد كثير اوريجينال يعني عم بلش انا من عندي من هون شو هيك السبيسيال بكل واحد منهم شو اقرب على قلبك انت واو كلهم قراب على قلبي ما في يعني انه مثل ولادي يعني عم بحس بشيء في انا اخذها لعندي شوي بعتذر بعرف عم تصوروها هيدا الشيء كثير حبيته يعني جامعه فيه لونين وي هيدا كله ستيرلينج سيلفر بس بلعب بالوان الرجم لانه حلو الرجم بغير لونه للقطعه وبضاين دونك هيدا سي دو رجم برونز ورجم ابيض اوكي على ستيرلينج سيلفر هيدا كثير حبيته انا عفوا هيدا اسمه تشايمز يعني هي ولما بتسمي كل قطعه كل قطعه لها اسم معين لانه كل قطعه لها قصه على يعني. كل حال البراند الخاصه فيك عندها اسم كمان سميتيها على طول او معقول تغيري لها اسمها؟ نو واي ما مغيرها لانه هيدا انا تقريبا لانه انا بوليتيكلي انكوركت انت انه بتصرفاتي عن جد انه هيدي التصاميم بتشبه هيدي الانسانه ما رح اقول لكم غير هيك عن جد انه بس شفت حسيت قد ايه في اشياء بتجمعكم سوا كمان هيدا بتشبه هيدي بس هون زيتي للبرونز مثل ما ولا دونك لا هيدي غجم اسود مع الغجم السيلفر دونك على كل حال في كثير شغل من جوا بالقطعه يعني مش بس كوليه انه حطينا شيء مدور او شيء كاري او حجره او يلا تنلبسها ما لانه تطلع فكره يعني الفكره هي لانه بتطلع فكره براسي يعني من ورا جمله حدا قالها مشهور يعني هيك بتاخذي الافكار ايه فلسفه حياتي اما حدا نكت شيء اما عم بلعب لعبه عم بعمل بازل يعني بيطلعوا لي لانه هدول التكستشر وكل انه التكستشر بالقطعه يعني بالنسبه لي مثل ما انا بشوف الكلمات مودك بياثر طيب رشا يعني اذا كنت زعلانه او بياثر على القطعه ايه كيف بدها تطلع اذا زعلانه يعني انه اذا زعلانه ما بتعملي ديزاين يعني من الاساس بيطلع شيء عن جد ثقيل هالقد بتقدري تترجمي افكارك إيه يعني كمان عم نشوف شيء حدك رشا اذا بتقربيها ايه هلا عم نصورها ايه تشوفها شوي انا كمان كوليه بتحبي اكثر الكوليات شكلك الباندان ما هيك ايه لانه بلاي انه هيدا احلى شيء تلبسي هلا هو ما كثير لابق يعني عندي انا ما بعرف قديش رح يبين هيك يا ما كثير لابق لانه نقيت شيء على فضي انا عم المفروض كنت نقي شيء على رح اجرب قد ما فيي بدك اوكي هيدا الشيء هلا انا كثير حلوه على فكره طلعت ناعمين يعني وصغار وهيك ذير فلوي ممكن اذا حدا رشا جاب لك موديل قرر انه هو مثلا تعملي له اياه خاص له بتقدري تنفذيه؟ ايه اذا خاص له ايه بس اهم شيء ما يكون حدا ثاني انه قد ما في يعني عرفتي كيف الواحد بده يميز حاله عن بقيه دونك يعني ما بحب حدا يجي لعندي يجولي انه حدا نعمله ديجا له ديزاين بقول له نو على كل حال بهالوقت كادو رشا ملكي عم يتوجه عند احد رواد وزوار سيتي سنتر فاجئناك بالهديه الف مبروك لك هيدي تقدمه رشا ملكي نحن شفنا شو الهديه بعتقد رح تعجبها كثير للمدام
يعني رشا بدي اشكرك وبدي اشكر حضورك معنا، ميرسي على الهديه، ودائما رح نتوقع منك هيك اشياء حلوه واوريجينال من تصاميمك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، باريس فاشن ويك مثل ما بتعرفوا على نار، وكل المصممي الازياء عم يبهرونا يوم بعد يوم بتصاميمهم. رح ننتقل لنشوف ريبورت عن فالنتينو. بأجواء الموضة وعم نعيش هالفترة بقلب الموضة العالمية، وبتوصلنا التقارير من أهم العواصم العالمية لنكتشف أبرز التصاميم المعروضة لأشهر المصممين. ولكن ببرنامجنا على طريقتنا متعرف على موضة كل مصمم، واليوم بضيافتنا مصمم الأزياء فراس أبو حمدان. أهلا وسهلا فيك فراس. مرسي ساشا، ثانك يو، اشتقت لك كثير. إلا زمان ما شفنا بعض. إيه شهر ونص من اطلالي على الهواء، شهر ونص من اخر مره. مزبوط، وما عم تحكينا على الواتساب وهيك مقصر شوي وقصص مشغول. انا بعرف بعدنا الحب. فراس دائما بتكون بضيافه ببيروت لنتعرف على كل كولكشن جديده انت بتقوم فيها وبتعمل. خبرنا عن الكولكشن هلا اللي اشتغلتها، شو الخطوط العريضه، الوان، قصات. كولكشن لصيف 2014. انا مثل العاده ما بكتر كثير الكولكشن، يعني مبدئيا من 15 ل 20 فستان اكثر شيء. بقول هي بالكم، بالنوعيه ما بالكميه. كانت القصات مثل العادي كثير سامبل، بدي المره تبين كثير حلوه، ما بدي انا ازيد كثير عليها، هي ما في ست منا حلوه، فانا بعطيها شوي تاتش من عندي لتصير احلى. كانت القصات هي منا سيران، يعني بين السيران وشوي لفصتين الفلو. وكمان اشتغلت على خمس ألوان مثل العادة، دائما بشتغل خمس ألوان، الأسود أكيد، الأبيض أكيد، والذهبي أكيد، فوت البيستاش، فوت الأصفر، فوت الأحمر. الخارج موسم ربيع وصيف، خارج ربيع وصيف، حلوين الألوان الفاتحة. فراس، يعني بما أنه هلأ باريس فاشن ويك، فطبعا كل الأشخاص عندهم مجموعاتهم يلي بيعرضوها، قديت فعلا الكل بيلتقوا على لنقول خط معين او لون معين او نمط معين؟ هلا اكيد وقت بتنحط خطوط الموضه العريضه اللي بنمشي فيها نحن بالموسم، يعني كل الديزاينرز لازم نمشي فيها. هلا انا بدي احكي عن حالي، ما باخذها كلها بعملها كوبي، باخذ خط واحد منها اللي انا بيعجبني، اللي بحسه كثير قريب لستيلي، وبطوره حتى يصير يعني يلبق مع الكولكشن انا بدي اعملها، وشو حسب يعني على شو بدي ركز بيكون بالكولكشن الجديد. بس اكيد بيكون في متابعه كثير كبيره وبلحق الموضه اكيد. على كل حال رح نتعرف هلا شوي على القصص اللي انت خليتها تكون هيك سينيه باي فراس من خلال الفساتين يلي رح نشوفهم، لانه في مجموعه فساتين رح يمرقوا ضمن برنامجنا، ورح نبلش مع اول فستان. واكيد مثل ما قالت فراس رح نشوف هول الفساتين لمجموعه ربيع وصيف 2014. اوكي، هذا فستان زهر تيول، كمان الكوب سيران، ومشهور كله بيتاليت ورد. بتعرف هلا بالصيف حلو كثير الورد، دائما بحب شوف بحب جنينه، يعني ما بعرف دائما بكل كوليكسيون بيكون في باترز وبكون في ورود صغيره. ولونه رايق هالفستان، حلو كثير الشغل مميز كمان، يعني دريمي هيك بحسيه كثير لايف فريش.
شك ما شك على الفستان ما اعتمدت. ايه تركت الورد لحاله. حطيت شك يعني انا بكل كوليكسيون بحط شك بس ما كتير بركز على الشك يعني بحلات معينه. يعني الفستان هيك مثل ما بيقولوا لمسته منه فيه يعني حلو وسامبل بنفس ما في تعجيل في فكره معينه حبيت وصلها ووصلتها يعني بعتبر كل فستان عندي هو تاتش اوف ارت اما اذا بدك هو شيء هيك يعني في مساج بدي وصلها منه. بتعرفي صعب كثير واحد يحكي عن شغله وحصل قد ايه صعب كمان فراس لما بدك تخلق فساتين يعني بما انه الكوليكسيون انت اللي عم هيك بلشت حديثك انه قليله فلازم يكون كل فستان ما بيشبه الثاني مظبوط يعني وهي اصعب لما تكون لما تكون الكوليكشن صغيره بتكون اصعب لانه لحتى توصلي الفكره بكميه صغيره هي اصعب بكثير بس حسيت انه خلص يعني في 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 يعني في فيو بدي بينها لل 2014 بينتها بهدول ال 15 قطعه القطع المحدوده مثل ما قلت عم نشوف نفس الروح مثل اول فستان اذا بدك لورود كمان بعدها طاغيه بهالفستان مظبوط كمان لورود هيدي كمان تيور برودي مع اشتغلتها مع البايات وهيدا الفستان كل ورده بوردتها مركبين يعني كلهم مشتركين يعني كل ورده وردتها. كل ورده بوردتها وكمان القصه اللي هي كثير هيك سموث بتحسيها يعني منا كثير عجقه بتبين جسم المرحله وعبقول لك يعني كثير بركز هي المرحله اللي بوردي كثير انا اعطيها حتى جملها على كل حال حلو اللون الاحمر كثير انا من احلى الالوان وأنا عندي وعن احلى لون عندي صار يقولوا لانه طب انه خلص خلص العيد يعني لا بعدك بتلبس عنده سحر حلو بس كثير صعب يعني انا بعد الاحمر والاصفر هن من لونين كثير صعبين يا بيطلع حلو يا بيطلع بشع فهو في هيك درجه صغيره بيناتهم فراس لما الست بتجي لعندك بما انه عم نحكي عن الصعوبه باختيار الفساتين اذا عجبها مثلا فستان احمر او اصفر ومش لبق لها يعني كيف معقول تقنعها انه تغير رايها لانه اوقات نتاخد بننسحر بالموديل بدون ما ننتبه اذا بيلبق او ما بيلبق هلا هي بتصير شطاره الديزاينر وين بعدين لما تكون الست رايحه عند ديزاينر بدها تكون شوي تتبع ذوقه يعني وتسمع منه بالنهايه انه الديزاينر غير الخياط هلا هني بيكملوا بعضهم بس لا يعني هيدي شطاره نعم تضل بلاقي طريقه نعم هي شغله نفسيه شوي بس تقتنع هلا يمكن هي تقنعني منا يعني منا هالخبريه بس لازم بالاخير نوصل لمرحله اثنين تكون اثنيناتها موافقين عليها واكيد لما بده يكون الفستان ممضي باي فراس ابو حمدان لازم يكون انا مقتنع فيه اكثر من صحيح هي بتكون بتمتع بالتاتش او البصمه الخاصه مزبوط. فيك وبعرف عنك فراس انه بتتجرأ بتدخل بالوان يمكن ما حدا او كل سنه يمكن بدها تفكر قبل ما تلبس هاللون عم نحكي عن الاصفر الالوان الجريئه الفاقعه بس بالترجمه بتصاميم تكون سمبل يعني ما يكون وقح اللون لانه بتكون القصه ناعمه وقماشه وحده ماكسيموم قماشتين ما بتعجي فبتصير بتروقي شوي اللون يعني وهو كله بيرجع حسب كيف الطريقة المشغول فيها يعني هذا سؤال كتير حلو على فكرة ايه يعني في هيك في شغله بسيطه بتبقى يعني ما لازم نخاف من اللون وما لازم الست تخاف من اي لون تلبسه كل لون حلو وبس ما تعرف كيف تلبسه باي قصه وكيف الموديل يعني صحيح على كل حال فرق كمان فراس بين ما تكون عم بتصمم هوت كوتور وفساتين وكل الناس عم تشوفها وبين ما تكون عم بتلبس اشخاص صحيح بيطلعوا على الكاميرا او ممثلين مثل سنعود بعد قليل وغيرها برمضان 2014 يعني وين اصعب هون الى سحره وهون غير عالم يعني مختلف ثانيت انا بعتبره الثانيت بيمشوا مع بعضهم منا صعبه بالعكس بس هي بتكون يمكن شوي اداء لانه ما بدك تكرري حالك يعني وقت تكوني عم تشتغلي على مسلسل عم بيطلع على الهواء عندك 30 يوم صحيح. فبدك شوي يكون خاصه مسلسل برمضان يعني مسلسل برمضان يعني كل العالم شفناك بسنعود بعد قليل على سنعود بعد قليل كان عندي اطلالي انا اذا بدي صحيح هيدي وصلنا على مش عارف وين بدي بلش بالاسئله خلينا نعلق على هالفستان واكيد بنوصل لنحكي عن مشاريعك القادمه فراس هذا فستان بايات دوري دوري عطي شوي على زهر يعني وشغل على كتاف الدونتيل والبرودي كمان الدونتيل رجع شغل بالبايات وكله مثل الباترز يعني بتحسيهم مركبين يعني مخيطين ومنهم مخيطين يعني على الوجاب اللي بهزوا على اللبس يعني الظهر مميز انا بدي اسالكم هلا عجبكم ولا لا انا كثير حبيت الشغل على الكتاف الظهر حسيت مثل كانه لوحه هيك مرسومه خاصه الورق كيف محطوط كثير حلو يعني مع انه بايات ومع انه بتحسي قوي مش يعني ما بتحسي البايات الصغير ومني كثير متفزلك بالموديل يعني تارك البايات مثل ما هو شغل على قصه حلوه سامبل وهي الحركه الصغيره على الكتافية عطوده اكثر اونفر يعني كمل بعضه الاسود ملك الموضه سيد الالوان على كل حال بتحس انه كان ما بيعطي قيمته لحدا الاسود مزبوط. بكل المناسبات رائع وحلو. هو بيزك كالر يعني الزبونه اي ست ما بدها تضيع تلبس اسود صح. والاسود كثير دقيق ليطلع حلو كثير دقيق كمان هون شاغل مع الدونتيل الشانتيه مع الدونتيل الروبرودي
في كمان طيب. في فكره بتشوفي بكل الفساتين في محل مثل الكاج، يعني في عامل كاج هيك قفص صغير يمكن على الكتف يمكن على الخصر، هيدي استوحيتها من برشلونه على فكره. شوفي البنايه هون كثير عجبتني. ايه لانه في قصات غريبه يعني عم تكون سمبل إيه؟ بس الشك على الفستان او طريقه تحديد الخصر بتكون غريبه بتلفتك. مزبوط مزبوط، كثير مميز على كل حال في راس هيدا الفستان. ولا بهالكولكشن عم تشتغل كثير كمان على الظهر في راس. بتعرفي حلو يعني حلو وقت بتكون يعني الست لما تكون جايه لعندك بتشوف الصدر كثير حلو، بعدين لما بتبرم بتحسي انه عادي. فانا لا يعني بدي وقت بتفوت بيطلعوا بيقولوا واو، ولما تبرم بيقولوا واو واو. وبتعرفي لانه حلو الظهر حلو بعدين بقى هيك في مدد بقى لونسي، يعني حلو الظهر. واذا فينا نشتغل بكل بارت من جسم المراه ليش لا، ليش يعني لا. ليش طريقه كثير راقيه ومميزه اكيد في راس المنافسه بين بعض، لانه صار في عندنا كثير اسماء مهمه وكل الاشخاص عم بيكون عن جد كل واحد عنده تاتش مميزه عن الثانيه. قد المنافسه بتخلي كل واحد يقدم الافضل والاحلى والاجمل؟ ولما ما يكون في منافسه ما فينا نقدم شيء احلى، بالعكس المنافسه كثير حلوه. بعيدا عن الغيره اكيد لا، هلا شو بدها بالغيره خليها على جرب. شو بدك الغيره خليها على جرب. لا منافسه كثير حلوه، هي بتعطيك دافع لقدام. والمنافسه ما بس من ديزاينر لديزاينر، انا مرات ما مرات دائما بتصير منافسه بيني وبين حالي. يعني انا وقت بدي اقدم كولكسيون وقت بدي ارجع حضر للي بعدها، هي منافسه كثير كبيره، حتى برجع بشوف شو نقاط الضعف اللي كانت باللي قبلها ارجع اطورها. هي ما بتكون نقاط ضعف كثير كبيره بس انا من مثلا عندي هيك حكيت عن نقاط الضعف. انا مثلا في شغله بعمل كولكسيون وبصورها وبحطها برجع بشوفها، ما بدي اقول لك ما بتعجبني، بتكون اوريدي عجبتني كثير، بس برجع بقول لا لازم بعدين هيدا تحدي لي شو بعد بدي اقدم شيء احلى مختلف. ما تكرر حالك، ما بكرر حالي، بعدين بشوف ردة فعل العالم انه واو شو حلو شو بعد بدك تقدم شيء احلى. لا بضل في شيء احلى. وبتعرف في راس المصمم بعيش كثير باجواء الكولكشن الخاصه فيه، يعني بيوصل لمرحله انه مش ما خلينا نقول لا تزهق منها، بس قد ما بتعيش فيها بدك ردود فعل بتصير العين، لانه العين على طول عم بتشوفها بتتعود عليها. ما بس بنعيشها، يعني انا بكون عندي شهرين عم بحضر الكوليكسيون بكون الدنيا غير دنيا، يعني فبكون هيك اذا بتضلي على طول على طول على طول باللا لاند. وماشي اللي بس تخلص الكوليكشن في راس وينك بلد معين هو دائما بس تخلص بدي سافر اكيد. وهالمره سافرت 3 مرات انا وعم بحضرها، لانه كانت الانسبريشن جاي من برشلونه وكنت عم بروح لهونيك. حلو. ودودو عندي شغل كمان هونيك يعني بين بيروت واسبانيا. بس انه هيك كدول يعني قلت انه برشلونه هي يلي اعطتك الوحي، بس انه شغله فاجاتني شوي انه عاده الواحد بيستوحي من امراه بيستوحي من يعني بس هيك بلد هي من بلد مدينه يعني اسبانيه. اذا بتروحي وبتشوفي قد ايه هالبلد فيها حياه بتستوحي كثير اشياء برشلونة. فهي ما بس برشلونه عم نحكي كبلد، كشعب وكستات وكعالم هنيك وكبنايات يعني كل شيء بيخليك تستوحي، كل شيء بيخليك تفوتي بمود عن جد. انا مدري ليه بحس الكوليكسيون اللي جاي رح تكون من روما. ايه ليش لا؟ يلا ما هلا شهر الجاي اصلا على اي عاصمه؟ عيوني هلا على لبنان، بدنا يتحسن شوي وضع لبنان وهيدا ده يعني ده فاتت بالقلب. هلا عيوني عليك. اوكي في راس كمان لك تواجد كثير مهم ومميز بالدول العربيه. خبرني قديش كمان حلو تعرف ذوق الست العربيه شو بدها شو طلبها، بتفهم عليها اكثر اذا بدك، سهل كثير الامور. سهل لانه انا كنت بفتره كنت بالكويت متواجد بالكويت، فيمكن سهل علي صرت بفهم ذوق المراه الخليجيه كمان اكثر. هلا صار كثير ذوق يعني اذا بدك بطل في ذوق مراه خليجيه وذوق مراه لبنانيه ولا اوروبيه، صايرين كلهم بالنسبه عم بيتابعوا الموضه وعم بيشوفوا شو داريش عم بيمشوا كلهم على نفس اللاين. ايه بس يمكن لانه انا كنت موجود شوي هونيك سهلت لي شوي، وبرضه لانه ما قطعت يعني بعده عند الكويت والسعوديه والامارات ويعني بعضهم بعدني شغال عليهم. بتتشابه الاذواق؟ صايره تتشابه، قبل ما كانت هلا صايره تتشابه. بعدين في شغله لما تكون الست يعني جايه لعندك بتكون تعرف يعني جايه لانه بتحب ذوقك، لانه بدها اياني انا لبسها، يعني على هيك بيكون شوي على هالمبدا اكيد. ايه اختصرت نص الطريق. طريقه الشغل على الفساتين كثير مهمه في راس، والست بتدقق فيها. اليوم قديش بتكون انت حاضر؟ بعرف انه في كثير اشخاص بيساعدوك بالاتوليه وكل هالتفاصيل. اكيد بدي اشكرهم، انا ايد وحده ما بتزقف، نحن تيم. موجه لهم تحيه. بتكون حاضر على تنفيذ اي فستان من ناحيه الشك الاقمشه؟ ما بس بكون حاضر يعني انا طومه، يعني انا بدي فوت بالديتايات الكثير صغيره لارجع اوصل ليطلع الفستان كثير حلو. ايه انا طومه بكل شيء. يعني وفنجان القهوة لازم يكون حاضر يعني حتى نروق البال. فنجان قهوة وسيجارة. على كل حال هيدا دليلنا لا بلد يعني بلد خان أكيد قهوة لا بلد. يعني لازم فوت بأقل تفاصيل حتى يطلع النتيجة حلوة أكيد 100%.
كمان رح نرجع نشوف مجموعة تصاميم لألك فراس من الكوليكسيون الجديدة. أصفر هيدا الأصفر، هون غيرت شوي القصة، فت بالقصة الفلور هيك بتكون أريح باللبس. هلا ما لي عين أقول لك إنه أنا بخاف من الأصفر، بعدك عم بتقول ما لازم نخاف من الألوان. لا هيدا الأصفر الحلو، يعني هيدا الأصفر ما لازم نخاف منه. وفصا اكيد انا كثير يعني كثير هالمره ركزت بالكوليكسيون يكون كلها يعني في شيء على الكتف، يعني حلو الكتف المره حلو يبين، وعلى الظهر كمان، وهو كثير فلو يعني، وهيدا على المشي ببين. فستان صيفي بامتياز على كل حال، لون شمس يعني هيك مشرقه. مظبوط. شو القماش اللي استخدمتها على الصدر والكتف؟ هيدي دونتيل، دونتيل جاي مثل كلها مثل الكارويات، رجعت بعدين طرزت وتخزقت لعطتني هيدا الافيه مثل كانه يعني هي على القريب بتبين اكثر. والظهر كمان كله يعني دونتيل، لكن اللي عم نشوفه مثل شارلستون بس من نفس القماش. كثير حلو الظهر، هيدا بدها واو واو، هيك كان بدك نقول. هيدا من الفساتين اللي كثير بحبهم بالكوليكسيون كمان. طيب اذا سيده بدها يعني الكوليكسيون موجوده، واذا سيده بدها شيء ثاني ممكن ترجع تخلق وتبتكر. هيدا نحن بنعمل كوليكسيون حتى نعرض شو عنا شيء جديد عم نقدمه. وحتى ان كيس انا كثير بركز على شغله، حتى اذا زبوني نقت فستان من الكوليكسيون واجت زبوني كمان نقته هو ذاته، انا كثير بحرص انه ما اعمله هو ذاته، الا انه بدي غير في شيء حتى لو شيء بسيط حتى يضل اكسكلوزيف لها، وتضل هي لبسته تقول انه يعني هيدي قطعه وحيده ما في غيرها. هيدا الهوت كوتور يعني. فستان العرس كثير حلو على فكره، سمبل خفيف الوزن والعروس اصلا هي لازم تكون هيك كثير طايره هالعرس. كمان عليه ورد، كمان عليه ورد هو كان اذا بدي بكل فساتين في الورد، وفستان كثير خفيف يعني بترقص وبتمشي وهذا بتكون حلو بصراحه هذا الشيء. كم فستان عرس صممت؟ لهي الكوليكسيون كان في 4 فساتين بس انا ما بصورهم كلهم، صورت 2 وتركت 2 منهم مصورين. حد ضل هيك يعني في يعني في خصوصيه اكثر للزباين عم تجي لعندي، ما يكون كل العالم شايفين كل فساتين اونلاين وهيدا، فبدون يكون في فراس عم نحس. لا بس بدي اقول لك عن الاعراس، صرنا عم نحس انه التقل كله لمصممي الازياء بيكون بفستان العرس، يعني وكانه هيدي مثل ما بيقولوا لانه وقتها بتكوني رايحه تحضري عرس، لانه وقتها بتكوني رايحه تحضري عرس بيكون كل الفوكس على العروس، وبرجع بعدين على عالم المعزوم وعلى امه وعلى اختها وعلى شبينه وهيدا، فدائما بيكون التقل بفستان العرس. بس هو لا لازم يكون بالكل. على فكره بدي اتشكر كمان الاكيب اللي بيشتغل معي، بدي اتشكر شرب المسلم الفوتوغراف وديزاينز ستوديو كمان دوز دو جريل اللي عم يشتغلوا لي كمان كل شيء اونلاين ماركتينج مع الويب. نوجه لهم تحيه اكيد. انا بحب دائما اتشكر لانه لازم واحد يشكر، واكيد بسالون اليان الدادا كمان. في ناس قبل ما نختم اللقاء ونتوقف مع فاصل اعلاني، مشاريعك بشكل سريع حسب ما عرفنا كمان في مسلسل لرمضان. مزبوط، في مسلسل قلم حمراء كمان برمضان بده ينعرض، وفي عندي كمان فاشن شو مش رح تشارك فيه، رح تلبس. رح يكون في الي مشاركه بتيابي، ماني مشاركة اوكي يعني تمثيلية. وكمان عندي فاشن شو عم بحضره، هو مفروض يكون شهر بشهر 2، هدفناه شهر بلبنان. رح يكون شو؟ رح يكون بلبنان اكيد، مبدئيا هو بشهر 3 ب 11/3 مبدئيا اذا ما جات شيء من الله، وعلى طول في بروجيات جديدة عم بشتغل عليها يعني ولا مرة وقفت، بس هدول اللي مبينين لهلا. فراس تحية لك، شكرا على كل هالتصاميم الحلوة اللي فرجيتنا اياها، ولمزيد من النجاح انت وكل الاكيكة اللي بتشتغل معك بنوجه لكم تحية. مشاهدينا رح توقف مع فاصل جديد بحلقة اليوم وبنرجع. النخل فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لما خد يابا مدري القمر فوق، والله ما ريدا بلاني بلوى البلبل ناغا يا شقي النعماني البلبل ناغى غصن الفل، يا شقي النعماني قصدي ألاقي محبوبي
قصدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحان يا عيني بين الياسمين والريحان ادوك المياس يا عمري يا بصين البان كم يزري ادوك المياس يا عمري يا بصين البان كم يزري وانت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري بهواهم صار لي سنتين بستناهم حيرت العالم في أمري أدوك المياس يا عمري يا بصين البان كم يزري أدوك المياس يا عمري يا بصين البان كم يزري أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري الله الله. شكرا لفرقة الأندلس لأحياء التراث، رح يكون لنا محطة أكيد معهم لنتعرف على آخر نشاطاتهم الفنية. إنما بهالفقرة رح نستضيف موسيقي من الطراز الأول، لحن لعدد كبير من الفنانين المهمين وبعد هالألحان محفورة بذكرتنا. بضيافتنا مايسترو إحسان المنذر، أهلا وسهلا فيك مايسترو. أهلا فيك يا هلا، مشتاقين لك، دايما بتشرفنا ببرنامجنا. الله يخليكي، وأنا اشتقت لكم كمان. أهلا وسهلا فيك مايسترو. أكيد أول سؤال، خبرنا عن نشاطاتك هالايام الفنيه. الحمد لله بهالاستوديو طبعا في تلحين وفي مطربين جداد وفي مطربين مخضرمين مثل وليد توفيق امير ياسبيك هلا المطرب رضا كمان اسبوع الجاي رح يفوت وغسان خليل وطبعا اخر غنيه عملتها كانت لباتريك شعيا نامي بقلبي كلمات عبير الشريف وألحاني وتوزيعي. حلو كتير أكيد. دايما مأخوذ بالموسيقى مايسترو، يعني يمكن اللي بيضيع مايسترو إحسان المنذر بلاقيه بالاستوديو حاضر دايما موجود عايش يعني بهالأجواء الموسيقية دائما. باختصار هوايتي ومهنتي بكل فخر يعني بقولها، لأنه ما بتخيل حالي فيني أعمل غير شيء بالحياة غير انه مارس هالهوايه. اكيد مايسترو، كل يوم جمعه متعرف مع المشاهدين على نوع موسيقي جديد، واليوم بدنا نحكي عن الأدود الحلبيه. كثار من الفنانين غنوا الأدود الحلبيه واسامي مهمه جدا ومخضرمه بهالمجال، خبرنا اكثر عن مميزات هالفن تحديدا. طبعا هيدا فن كلاسيكي عربي ينتمي الى مدارس قديمه، يمكن أصل الموشحات الأندلسية. هو جزء منها تقريبا، ولكن نحن نعرف أنه بحلب في مجالس طرب، وكان كل مطرب بده ينجح يروح على حلب مثل عبد الوهاب وأم كلثوم، أول ما بلشوا يشوفوا السميعة وين كانت بحلب. فبحلب في منشدين كتير أجادوا الموشحات وصاروا مثل انه يتباروا في الاغاني وهيك. وفي من الموشحات القديمه مثلا لما بدا يتثنى، وفي في كثير موشحات كانوا يقولون. هلا كلمه ادود هون يعني بيختلفوا عليها ما معناها. هو مش القد يعني قد المياس تبع البنت او شيء، لا
هن كانوا التهذيب الفني الموجود، انه كان كل واحد يتبار ويعدو قبل بعضهم، كل واحد يقول جملة موسيقية يقوم الثاني يجاوبه على قده، فكانت هالجملة أو هالموال قد هالموال، يعني ما كان واحد قد من أي ناحية مايسترو قد بالزمن وبالشطرات الشعرية. أوكي. يعني إذا قدم بيت شعر وسكت الثاني بيقدم بيت شعر، إذا قدم بيتين هذيك بيقدم بيتين، طبعا مغنات ومعمولة بكلام جديد. فسموها القدود، يعني كل واحد قد السؤال بجاوب. وبنفس الوقت يعني كلمة قدود حلبية كمان حبوها الناس العالم العربي، من أنه كمان فيها جماليات ومنها جمال الأنثى يلي هي عندها قد مياس، فاشتهرت. وطبعا نحن بنعرف أنه في كتير مطربين أجادوا بهالفن تحديدا. مزبوط. يعني كتار، طبعا في محمد خيري، وبعدين طبعا الله يطول عمره الصباح فخري، وفي شادي جميل، في كتير نجوم يعني غنوا القدود الحلبية. نعم. بس هي مش سهل أي فنان يقدر يغني القدود الحلبية، صحيح؟ شوف، بدها مقومات معينة صوتية. هي أولا لازم الفنان اللي بده يقول قدود حلبية لازم يجيد الموال. وكلمة إجادة الموال مش يعني انه واحد بيوقف بيقول اوف 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 وبيبلش غنية، لا، الموال يلي في صولات وجولات بالمقامات الموسيقية، الانتقال من نغمة الى اخرى والعودة الى النغمة الاساسية اللي ابتدى فيها. نحن بنعرف مثلا الناس اللي بيجيدوا هالشي على الساحة، اكيد ملحم بركات، حتى وائل كفوري، حتى كل واحد يعني بيعرف يقول موال وبيجيده ممكن انه يغني قدود حلبية. ولكن في كتير من فنانين هن اتجهوا للأغاني العادية، ما بدهم يقيدوا حالهم بفن فقط القدود الحلبية، ولكن هن بيجيدوها وهن أدوا قدود. صحيح. ما بدي انسى لما كنت انا قائد فرقة باستوديو الفن 80، كان في مطرب فاز عن هالفئة اسمه غالب عنتر، وكان كتير غنية حلو، وبعدين كمان اتجه للأغاني وهيك. هلأ قبل هيدا كان في عبدو يابي، كمان عبدو يابي مجلو تحية أكيد طبعا من الفنانين القادرين بهيدا الفن الصعب. مثل ما قلنا مايسترو، أكيد فن صعب، مش أي فنان بيقدر يقضي أو يغني القدود الحلبية، وفي أسامي كتير لمعت وبرزت بهيدا الشيء، بس بيبقى الفن مطلوب كتير من قبل المستمعين على القدود الحلبية. أنا بتلاقي حفلة بتصير لفنان إلا ما يطالب إذا بدك بالقدود الحلبية. جلسة القدود الحلبية هي جلسة كتير محببة، أول شيء فيها قدرات صوتية، ومين واللي بيقولها بده يكون واحد متمكن هو عم يغني، نلحقه نتابعه لأنه صوته حلو. هلأ اللي بيبقوا قاعدين ما رح يملوا من القعدة، لأنه بعد منها مثل ما سمعنا هلأ الأغاني وصل عدة أغاني ببعضها، أغاني إيقاعية، فبيقوموا كمان بيرقصوا عليها. يعني كل ما خلص موال بيفوت بغنية إيقاعية الناس حافظتها وبتحبها. صحيح. مثل اللي سمعناهم قدك المياس. شو رأيك بالفرقة الأندلس واللي سمعنا منه؟ عجبتني كتير، و يمكن من حلب هالشاب لأنه بغني حلو. لأنه الأصل من حلب، ومظبوط ومن حلب. أكيد رح نتعرف أكتر عليهم لهالفرقة. مايسترو، اليوم جيل الشباب عم بيتوجه إذا بدك نوع هالفن الراقي، هالفن المهم، الأدود الحلبية، كيف عم بتحس التوجه اليوم أو عم نبتعد شوي شوي؟ ما بفتكر هالفن بيموت أبدا، لأنه في استعادة لإله، مثل الموسيقى الكلاسيكية بيتهوفن وباخ وموزارت من 400 سنة كانوا وبيضلوا يتابعوا موسيقتهم من وقت إلى آخر. ولكن لقلك شيء، هلأ أقبال الشباب بيقولوا لك هذا عصر الإيقاع، عصر نعمل غنية واقعية بعيدة عن الكلام الخيالي والشعري اللي كانوا يقولوا، ففي مجال للتجارة أكثر فيه. يعني بيجيوا الحفلات، بيحيوا أعراس، بيطلعوا على التلفزيون، بيرقصوا الناس، فاتجاههم صار نحو الأغنية الشعبية الراقصة للأسف. وقالين للي يعني مطربين بيتجهوا لينطلقوا من غنية هادئة،
وهيدي كانت نصيحتي لباتريك شعيا لما اجى لعندي هو بيو وبدوا ينقوا اغاني. قلت لهم يلي بينجح بغنية شعبية سهل جدا، ولكن للي بينجح بغنية كلاسيكية وبيعلم عند الناس بيعلم مظبوط وبيكون يعني مستحب أكثر. وهلا إن شاء الله عم نعمل له أغاني فيها إيقاع أعمال جديدة. اللافت مايسترو كمان ببرامج الهواة، حتى أي هاوي يعني أو أي طالب عم بيتقدم على هالبرامج ببلش بموال، والأوكي أو الياس أو نو بتكون على الموال الخاص فيه ليبين قدراته الصوتية. وبعض الأغاني كمان اللي عم نسمعها هلأ حاليا بتبلش بموال إذا بدك وبترجع بريتم سريع مثل ما قلت. للي قادر يقول الموال أهلا وسهلا فيه يقول، بس أنا الحقيقة بقلك إنه مش مين ما طلع بحفلة بده يغني غنية إيقاعية، وحتى من أسماء يعني معروفة مش عم بيصيب الموال مزبوط. أنا بقول بنصحهم إنه ينسحبوا دغري، يعني أول ما يبلشوا الموال محل ما بيشوفوا رح يزحطوا دغري يفوت على غنيته ويرحمنا. صحيح. القدود الحلبية مايسترو هلأ عم بتلاحظ في لفتة أكثر لهالفن أو بلش يندثر نوعا ما؟ في لفتة والدليل أنه أنا لما سافرت على أمريكا لقيت أنه حفلات عم يحيها شادي جميل وصباح فخري وبتضل للصبح عم بتكون كتير ناجحة، يعني هالفن ما أكيد ما بيموت لأنه الناس حاملته بضميرة. هيدا فن أصيل عربي أصيل، مثل نحن مثلا كيف نتغنى بالمجانة والعتابة لهلأ بنتعطاها ومنتداولها لأنه فن أصيل. فأنا بقول ما منخاف أنه شي يوم الناس تنسى الأدود الحلبية، ولكن الإقبال من المغنيين ليغنوها قليل جدا، أولا للإمكانية أنه بده تمكن صوتي، وثانيا بيقولوا لك منه تجاري. يعني ما بيطعمي خبز مثل ما بنقول على اللبناني. الحلو انه كل بلد بيتميز بثقافه موسيقيه معينه بتراث موسيقي معين. نحن تعرفنا على الردود الحلبيه وعم نحكي فيها كمان اليوم، لهيك بنقول الموسيقى هي لغه عالميه ومهم يصير في نشاطات وحفلات كمان بتشجع اكثر اذا بدك هالنوع الفن الراقي. للاسف اليوم انه الحفلات حدا يقصد يعمل حفله مقلين عم بيكونوا فيها قدود حلبيه فقط ما بيقدر يقوم فيها، لانه في نجم او نجمين اللي هن مختصين مثل صباح فخري شادي جميل، هيدول ممكن انه يعملوا حفلات باسمهم هن، بس ما بفتكر متعهد حفلات يحجوا الصاله لحتى يقدم هالفن من الأدود الحلبية، لأنه الناس بتقول لك رح نفوت نسمع مواويل نحن جايين نتسلى ونرقص وهيك. فمن شان هيك بقول لك هو محدود كأقبال جماهيري، ولكن هو محبوب بالقلب من قبل الناس لما أول ما يسمعوه بيتابعوه. مايسترو شو السبب انه هن الاغاني هي ذاتها بالاغاني القدود الحلبيه نحن حافظينها ومنرددها؟ في اغاني جديده هلا انت سمعتها لفتت لك نظرك بالقدود الحلبيه؟ لا، هن عم اقول لك هيدا فولكلور تراثي. حتى انا بقول لك مثلا فوق النخل قدك المياس، كل هالاغاني ما حدا بيعرف مين لحنها، يعني مين مؤلفها مين ملحنها ما حدا بيعرف، لانه هذا فولكلور مجهول الأسماء. من شان هيك مين لحنه اللي بيخليه يعيش انه اطلعي قديه عاش، معمول من اكثر من 500 سنه يمكن 1000 سنه ما حدا بيعرف. فدليل على جودته انه موجود. ولكن هلا الناس عم تعمل اغاني شعبيه شوي بتاخذ منها هالاغاني، يعني بتستوحي جمل وبترجع هي بتقدم شيء جديد من الاغاني القدود الحلبيه. صحيح، هذا اللي حكيناه يعني بيرتكزوا عليه، عرفتي كيف؟ بتكون القاعده يعني او الاساس للاغاني الخاصه فيهم. مايسترو مثل ما قلت لك عم تحضر لاعمال جديده ومهمه مع اسامي لام عم الفنانين مثل ما عودتنا دائما، بس في نقطة كتير مهمة قلتها انه باتريك يعني اكيد هلا عم بتحضر لاغنية جديدة، نصحته يدخل اذا بدك بالاغاني الكلاسيكية والراقية. بعدك عم تنشر هالنصائح مثل كأنك ماسك راية الفن الراقي؟ لا مش هيك، هو
أنا بقول من الممكن واحد إنه ياخد جملة هيك شعبية ملفتة ويعمل عليها غنية وطبل ومزمار وينشهر والناس تسمعه، ولكن بعد شهر هالغنية بتروح حتنسى. بينما إذا أنت بتفوتي على غنية فيها كلام له معنى، كلام هادف، كلام جديد من قال قبل، ونجح بلحن حلو انعمل بضمير وانشغل بضمير، أكيد هيدا الناس تسترجعه دايما وبتحبه. فأنا هلا من سنة 80 عطيت ألحان لماجد الرومي لراغب، عم لاحظ إنه الأغاني اللي عمرها أكثر من 30 سنة بعض الناس عم تسمعها، مثل ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي امبارح ومدعك، حتى كلمات سنة 90 كمان عم لاقي إنه الناس بتحبها. فأنا يعني اتجهت لهالنوع هالنمط لأنه اسم الله اللي عم يعملوا أغاني شعبية كتار بحبنا كتير وعم يعملوا ألحان حلوة، فبقول أنا خليني أتمسك بالشي اللي أنا بحبه أول شيء واللي متمكن منه، عرفت كيف؟ هيدا واللي نجح واللي يعلم عند الناس أكيد هذا اللي بيخليك تستمر فيه. مظبوط. وهلأ في غنية لوليد توفيق إن شاء الله الناس رح تحبها. هلأ جديدة عم تشتغلوا عليها أو هاي غنية أنا عامل له إياها من زمان أنا والشاعر بهاء الدين محمد المصري المعروف، عملينا غنيها بفيلم اسمها صدقنا أحلمنا. فهلأ نحن عملينا مثل غنية عرس، الفرحة مكتوبة واللمة محبوبة والليلة أحلى ليالينا وما بعرف شو، هي غنية للأفراح. فهيدي إن شاء الله وليد توفيق رح ينطلق فيها قريبا جدا. حلو كتير. والفنان رضا كمان هلأ الفنان رضا رح ينفذ عندي أغاني. أنا على فكرة كتير بيجوا أسماء يعني مشهورة بتسجل عندي باستوديو، ممكن يكون أنا موزع أو شيء، ولكن مرات بيجوا موزعين أصدقائي هن بيجيبوا أغاني، وبيجوا مطربين بكون أنا مش ملحن لهم، فالاستوديو هو مفتوح للجميع، فلذلك أهلا وسهلا اللي بيجوا وكلهم أحبابنا. أكيد موجه لهم تحية. مايسترو أحسان المنذر نحن بسطنا كتير بحضورك معنا، دايما حضورك محبب، نشتاق لأطلالتك وكلامك المهم جدا والراقي. شكرا. واليوم اتطرقنا للأدود الحلبية بالتفاصيل لأنه مثل ما ذكرنا عم نخصص كل نهار جمعة حصة لنتعرف أكثر. والله بهنيكم أنه عم تهتموا بهالنوع من الفنون اللي تقريبا الناس رح تنسيها، بس لا بوجود الال بي سي وهالبرنامج الحلو وانت الحلوه كلك ضل بخير. شكرا مايسترو، موفق دائما وللمزيد من الاعمال الناجحه والقادمه. اهلا وسهلا فيك. رح نتوقف دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع منتابع باقي فقراتنا لحلقتنا لليوم، تابعونا بعد الفاصل. جديد بحي كل مشاهدي الال بي سي وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن مكفيين مشوار ببيروت لليوم واللي معنا بشكل خاص بالموسيقى. كنتوا سمعتوا من بداية الحلقة مع صبيتين موشحات قدود، يعني فن بعتقد اشتقنا له وقلنا زمان ما سمعناه. فكيف من خلال صبيتين؟ عادة نحن بنعرف انه الكبار بالعمر يمكن بحبوا هالانواع من الموسيقى، بس بخصوص رنا دياب وابريل سنترون فاجأتونا اليوم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا. رنا، يعني ما بعرف شو بدك تخبرينا، كيف تعرفتي على هالنوع من الفن وقدي بتحبيه لدرجة انه حبيتي تخلقي منه مثل فرقة صغيرة انت وإبريل؟ هلا اكيد من زمان كتير، يعني هو جزء من الثقافة، يعني ربينا على هاي النوع من الموسيقى. نعم. من الاغاني، يعني هو موجود بشكل طبيعي بحياتنا، فأكيد من زمان كتير بحبه. بس بعدين أكتر تعرفت عليه صرت نكش أكتر، يعني الشغلات القديمة
موشحات القديمة. نحن كنا عم نسمع موشحات قلتيلي. صراحة ايه موشحات مو قدود. نعم. وبتعرف يعني بس منبع القدود بيكملوا بعضهم يعني بين الموشحات والقدود بعتقد هن نفس النمط الموسيقي لأ؟ ايه صح طبعا تماما. هلا منبع القدود هي كمان موشحات قديمة أو فولكلور يعني ما حدا بيملكه يعني عرفتي. طيب هلا رنا ومن خلال يعني الحضارة والمجتمع والتقاليد بفهم إنه أنت تحبي هالنوع من الموسيقى بس ابريل ابريل انت امريكانيه اهلا وسهلا فيكي قلتي لي بدك تجربي تحكي بالعربي اي بحكي عربي شوي برافو انا ساكنه من بلبنان هلا ام اشتغل الموسيقى بس موسيقى و اعزف تراك وعود من 10 سنين حلو وباتري ذا درمز من 20 سنه من 20 سنه من 10 سنين تعرفت على الرق ومن 20 سنه هي مبلشه اصلا تعزف على الباتري كيف تعرفتوا على بعضكم رنا يعني كيف اخترت ابريل تكون شريكه بهالمهنه الموسيقيه هلا يعني في رفقات مشتركين كثير فهي كانت عم تدور على حدا يعلمها عربي يمكن ما كانت تحكي عربي ابدا فتعرفت عليها من شي 7 أو 8 شهور حلو وصارت تحكي عربي كتير منيح بعدين طيب ابريل how did you choose Lebanon as a working destination؟ أنا كتير حبيت الموسيقى العربية كل شغله تبع أخوان رحباني وزياد رحباني رح نحكي عنه على كل حال بعد شوي كتير كتير مهم بحياتي طب ابريل يعني the instrument you choose is oriental wasn't more easy for you to play on an occidental instrument like guitar for example for an American girl يعني I think it's more easy no ما بعرف انه بصراحه انه حبيت كثير الموسيقى العربيه so من قلبي يعني no And you can feel the essence of the traditional Arabic music when you're playing on this instrument. No, eh. رنا يعني اليوم انتم صبيتين معقول تكبروا يعني هالمشروع يصير اكثر تدخلوا موسيقى اكثر فيه يعني عود ما بعرف انواع وانماط اخرى هلا ابريل كمان عم تعلم عود وكانت عم تعزف معي عود بفتره بس نحن هلا اخترنا انه نقدم الحاله التقليديه القديمه اللي هي صوت ورق يعني هيك بالاساس يعني هذا النمط هيك كان يتقدم بدون آلات موسيقية وين عم بتقدموا اليوم رنا يعني مين الأشخاص اللي عن جد عم تبدأ اهتمام بهالنوع من الموسيقى في أكيد هون بلبنان في ناس كتير عم تحب ترجع على القديم وترجع تسمع هلا مو بشكل واسع أكيد بس إنه في أماكن هيك محددة حميمية رفقات في شوية مدارس كمان أنا عرفت إنكم عم بتعلموا الصبايا بأعمار معينة بأعمار صغيرة يعني 13-14 صحيح كيف عم بيكون هيك التجاوب بيناتكم؟ كتير حلو يعني العالم عم تحب عن جد عم بيحبوا يرجعوا للأشياء القديمة يعني. حلو ابريل كنت خبرتينا عن عملك مع زياد الرحباني كيف بتوصفي هالإكسبيرينس معه؟ كتير منيح أنا كتير محظوظة محظوظة أكيد محظوظة كتير أنه حبيت زياد رحباني من زمان وفيروز وأخوان رحباني أنه experience كتير منيح أنه بعزف رق وباتري معه and just يعني are you planning to stay in Lebanon or no? حلو بحب يعني مش رح نخسرك ابريل خلص رح نعملك لبنانيه يعني رنا في شيء مشاريع هلا عم تحضروها في شيء بركي بيرفورمانس كونسرت شيء موضوع معين مع زياد مع حدا تاني ممكن ممكن هلا مع زياد لسه ما بلشنا لا ابريل اكيد دائما في شيء دائما في مشاريع صحيح انا لا بس ايه ناويين انا وياها نعمل شيء كمان الفتره الجايه ان شاء الله في شيء بتختلفوا عليه هيك بما انه عم نحكي عن ثقافه غربيه عربيه شرقيه يعني في شيء هيك بتوقفوا عنده هي ما بتحبه وانت ما بتحبيه ايه احيانا هي بتفرض شيء بدها اياه يعني هي حبته اكثر فانا هي كون انا احيانا متمكنه من شيء اكثر لا هي لا على كل حال دائما بعتقد ايه
انه بس تحب شغلي فانه خلص هي لازم تصير يعني. بتحارب كرمالها يعني. على كل حال انتم مكملين بعدكم ابريل ورنا، انبسطنا كثير بالموسيقى اللي سمعتونا اياها وتعرفنا هيك على موشحات قديمه. اشتقنا لها. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا. اذا رح نكفي مشوارنا هلا، رح نتوقف كمان مع مشاهد وتقرير جايه من باريس ودايما مع فالنتينو. معكم من بعد هالتقرير ومع المحطات الموسيقية والموسيقى تحديدا اللي هي عنوان العريض اليوم لحلقتنا، ورح نستضيف بها الفقرة فرقة الأندلس لأحياء التراث مع زياد خوام. أهلا وسهلا فيك زياد. أهلا مرحبا. يعطيك ألف عافية. وأيضا الصوت الجميل اللي شفناه بفرقة الأندلس الفنان ياسين سويد. أهلا وسهلا فيك ياسين. أهلا فيك. شكرا لحضوركم معنا. البداية زياد، كنا عم نحكي مع مايسترو إحسان المنذر عن القدود الحلبية وغيرها. قبل ما ندخل بتفاصيل اللقاء، نعرفنا أكثر عن فرقة الأندلس لإحياء التراث. بحكم نحن نقرب المايك لو سمحت. يعني بحكم حلبية وهيك تراث، عملنا فرقة الأندلس لإحياء التراث، بنغني موشحات وقدود وأدوار وقصائد. عمر الفرقة شيء 6 سنين 7 سنين، شاركنا كثير مهرجانات. من كم عضو مؤلف الفرقة؟ تقريبا الفرقة يعني شيء 16 عازف ومطرب، في 4 مطربين والباقية عازفين. غير ياسين في ايه طبعا مجربين. طبعا بس أكيد. الظروف تعرفت اي ظروف صعبة اكيد. ياسين، خبرنا اكثر عن بدايتك اذا بدك بالمجال الفني، وليش تحديدا اخترت طريق الموشحات والودود الحلبية؟ طبعا نحن قربينا بمدينة حلب واللي هي معروفة هي من التراث اكيد. قربينا يعني جو تراث، ومدينتنا معروفة بالودود والموشحات والادوار والقصائد. تراثنا تراث أجدادنا يعني طبعا، وبدنا نمشي مثل ما مفروض هيك يعني، مثل ما ربينا مثل ما تعودنا أكيد. لأنه مثل ما قلت هيدي بتمثل أكيد أكثر الشعب السوري. ياسين، لمين بتسمع اليوم من المطربين الكبار اللي غنوا الأدود الحلبية؟ طبعا الأستاذ الكبير صباح فخرين. شو أكثر أغنية بالأدود الحلبية دايما بترددها للمطرب الكبير صباح فخري؟ بعت لي جواب. حلوة، من أجمل الأغاني. زياد، اليوم كنا عم نحكي كمان مثل ما قلت لك مع مايسترو إحسان المنذر، إذا بدك صار صعب المجال الفني وصار صعب المستمع تسمعه إذا بدك هيك أغاني فولكلورية ودود حلبية كل شيء عن التراث، يعني بلشنا نندثر إذا بدك أو يندثر هالفن. بس أنت حضرتك على احتكاك يعني مع الحضور، بتكونوا أقدر كفرقة، كيف عم بتفاعلوا معكم؟ بالعكس، هو الناس بيحبوا التراث خصوصا الموضوع القدود. و صباح فخري يعني الله يمد بعمره ويخلي لنا اياه، يعني هرم من الاهرامات اللي بعتبره انا
مدرسة بحد ذاتها. عمل بصمة كتير كبيرة بالنسبة لموضوع التراث بالتحديد، وطور التراث وخلى الناس كلها تتعرف علينا، نظم الموشحات والقدود ودار العالم، وهيك الناس حبت أكثر من أول. بس هو بالأساس موجود يعني موضوع التراث والموشحات، والناس يعني ما بتقدر يعني هلأ الغنية الجديدة، أي غنية حديثة بدها تعيش سنة أو سنتين، وبعدين الموشحات عمرها مئات السنين. الأندلس، رياب، حسن البصري، هدول الناس القديمين ضلوا مستمرين لهلا، ونحن الخدود يعني أخذناها منهم بعدين. صحيح. والمنطقة كلها بلاد الشام والرافدين والهيك ضلت محافظين. نحن بنأخذ من العراق، العراق بيأخذوا من الشام، الأردن، من تركيا، من مصر. تبادل يعني ثقافات موسيقية يعني إحنا ما فيهم يعني ما فينا نحن نطلع منهم، ولا هن الناس إجباري بدها تحب هذا اللون من الموسيقى. طب زياد، عادة بس تكون أنتم متواجدين بحفلات أو نشاطات فنية بتكون بس الفرقة الأندلس الأحياء التراث موجودة، أم بالاشتراك مع غير فنانين؟ يعني بس تكونوا لحالكم هون فيك تقول إنه إيه في حضور بعد الناس. طبعاً طبعاً نحن شاركنا بعدة مهرجانات، أكثر مهرجان في مهرجان قسنطينة بالجزائر شاركنا فيه. يعني نحن كان مدة العرض شي ساعة وربع، ضلينا شي ساعتين، والناس الطالب بعد أكثر. يعني فينا في وحدة هيك ختيارة، والناس وطلعوا بعدين عنا على المسرح وصاروا يرحبوا فينا، يعني انبسطوا كتير كتير. والجزائر بتعرفي يعني غير لهجة، وهيك غنينا لها نحن بس يعني بس موشحات وقدود بكل الأماكن، بقرطاج، بمهرجان دبي، مهرجان أبو ظبي. يعني ما بنقدر نقول إنه والله لا إنه راح يأثر علينا، هاي ما بس بالعكس. أكيد طول ما أكيد في فرق، خصوصا بلبنان هون مظبوط، وفي فرق معنية أكثر لأحياء التراث. في كثير أصدقائنا سلاطين طرب، شيوخ طرب، يعني يغنوا هاللهجات أو هاللون. ياسين، عادة كيف تثقل حالك فنيا؟ بعدك لليوم تسمع القدود الحلبية، بتجرب هيك تشوف وين الأخطاء إذا بدك اللي أنت ممكن ترتكبها أو أي فنان ممكن يرتكبها وتطور حالك أكثر فنيا؟ مظبوط، أكيد أكيد. الواحد يعني بيضل بيسمع تراثه، عرفت كيف؟ أخطاء أكيد يعني ما غير مفروض منها. إذا بتسمع غيرك من جيل الشباب من الفنانين مثلك عم بيغنوا القدود الحلبية، تقدر تميز بأي مكان غلط بأي نقطة أو لا؟ هذا مش من المجال أكيد يعني، بس هذا مش من المجال يعني، في أساتذة مختصين بهيدا الشيء أكيد، في نقاط وأساتذة، بس فنان لفنان وخاصة دارس موسيقى بيقدر يميز وين الصح والخطأ. أكيد مزبوط؟ طبعا أكيد. زياد، شو الآلات المرافقة بتكون للقدود الحلبية؟ هو نحن دائما باعتبار نحن شرقي بيكون معنا شرقي، بس الاكثر شيء يعني هلا هو الغريب علينا هو آلة الفيولون، بس ما بنقدر بلاها لان هي بتكملنا الموسيقى تبعنا، معنا العود، معنا ناي، والقانون كمان. القانون طبعا يعني القانون هو الاساس يعني اساس، اي هو التخت الشرقي الاساسي للقانون. وفي معنا ايقاعات، اي طبعا رق وطبله وكاتم وقانون وعود وشي اربعه كمان جا، وفي ناي احيانا. حلو كتير أكيد. وين رح تكونوا حاضرين هلأ؟ في نشاطات قريبة؟ والله هلأ في كتير يعني، هلأ أول شيء يعني نحن صار زمان ما في نشاطات يعني كتير مثل قبل، بس يعني إن شاء الله هلأ بالقريب في عدة مهرجانات. يعني هو أكتر شيء نحن نشتغل على المهرجانات اعتبار تراث وهيك في ناس، بس يعني بتعرف أنت الظرف أكيد شوي. الظرف والأوضاع اللي عم بتكون صعبة هلأ إن شاء الله بتحسن الأمور يعني، لأن الناس تعطشت لهال عطشاني لهذا هاللون من هالفن. على كل حال كنا عم نسمع صوت ياسين وكمان عزفكم كفرقة، صرنا بغير دنيا يعني، عم قول للتوب انه انا لا بعدني بغير دنيا بهالعالم الجميل والمميز اللي اشتقنا اكيد نسمع. هلا كمان بنسمعكم شوي، ايه بعد الفاصل شو رح تسمعونا؟ كمان خدود، كمان قدود حلبية. كمان انتو بدكم خدود، شو رح نسمع؟ اي اغنية منك ياسين قدود حلبية؟ يمال الشام. رح نعمل وصلة راس يمال الشام وهيك. حلو. نرجع كمان يعني منحيي لأستاذ صباح. أكيد، ونحن منحيي الله يطول بعمره. متشكر حضورك معنا زياد، أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة الحلوة. تشرفنا بحضوركم، وأيضا ياسين أهلا وسهلا فيك، منكم كل التوفيق وتحياتنا لبقية أعضاء الفرقة، فرقة الأندلس لإحياء التراث، أهلا وسهلا فيكم. رح نسمعكم بعد الفاصل إذا الله راد، دقيقة قليلة مع الإعلان وبنرجع نتابع.
هو الغرام غير حالي مالك يا حلوة فتلوا عليك عزالك لما رأوك بجمالك يا عيني لما رأوك بجمال يا طير طيري يا حمامة وانزيل الدمر والهامة فاتي لي من حب علامة ساعة وخاتم الماس يكفى عذابي حرام والله أنا على ديني جننتيني أنا على ديني جننتيني وعلى ديني العيش حرام والله يا مال الشام ويا الله يا مالي المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يوم الورد على طال المطال وما شفناهم يوم الأسود يوم الورد على يا ربي تجمعني وياهم يوم يا لطيف ما كان على بالي لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني ومشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول يوم يا لطيف ما كان على بال يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعال يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي تعالي مش معقول خلص ما بقى فينا نكفي فقرات اكيد مره جديده نتشكر فرقه الاندلس على هالاداء الموسيقي الجميل والمميز منتابع نحن اكيد بفقراتنا وصلنا لفقره ثابته ببرنامجنا مع المهندسه الداخليه جمانه بدوره اليوم بتاخذنا برحله الى ارقى وافخم الوينتر ريزورتس او المنتجعات الشتويه السياحيه هاي جوانا هيك دايما مسلم عليك كيفك جوانا كيفك انت كرماله بيصغر الايباد بيصغر انا عندي صغير ايه؟ الايباد بس كان قبل غير اكبر شوي بس هلا من سنتين شو الاخبار
الاخبار جوانا؟ تمام وانت كل شيء تمام. هلا بدنا نعمل بالقوه انه نحن مسقعين وبردانيين وسكي ريزورتس وانتر ريزورتس. لبنان عم بيكون ربيع بامتياز. اكزاكتلي. بس اليوم بدنا نزعبر وبدنا نحس غصب عنا انه نحن بالشتاء. لهيك رح اخذكم انا برحله حول العالم لحتى نشوف اجمل الوينتر ريزورتس ونشوف خاصه الداخل تبع الاوتيلات الفخمه والشاليات الحلوه اللي موجوده فيها. اوكي حلو كثير. خلينا نبلش بالصور وهيك منعلق على الهندسه الداخليه كيف بتكون والمود الخاص لكل منتجع سياحي. يلا منبلش مع اول صوره اكيد جمانه نحن عم نشوفها على الشاشة. حسب ما شايفة مود دافي هون. مود كتير دافي ويلي بيميز عطول المود الدافي ساشا الخشب والنار أكتر شيء. يعني هلا منشوف بأغلبية الصور الفاير بليس موجودة بامتياز يلي هي المدفأة. الحجر كمان من الإليمونات الطاغية لما نحكي عن وينتر ريزورت أو سكي ريزورت. هيدي الأوضة يلي عم نشوفها هي غرفة نوم لإحدى الريزورتس الموجودة بسويسرا. وهون منشوف كمان أنه التضارب بين النار والمي لأنه في عندك الباث توب موجود حد الشميني وفي عندك الشاور توب كمان الباكادوش كمان موجود بالوش. يعني كل الألمنتس موجودة بغرفة واحدة وطبعا على طول في جو من الدفء ومن الكوزينس بالأوضة والمنظر الخلاب للثلج يلي برا بيعكس كمان هالكونتراست مرة تانية رائعة. حلو ما هيك؟ يعني واحد بيطلع عباله عن جد يمضي عطلة هونيك. حلو كتير. أوكي أوكي هيدي الصورة عم نشوفها من هون عم نسافر على أسبن بأمريكا كولورادو وهون عم نشوف واحدة من الهولز الموجودة بالأوتيل يلي هي سان ريجي أسبن ريزورت. هيدا المحل معروف كتير وهو كتير بوبولر مع السليبرتيز يعني يلي بيروح لهونيك بيقصدوا دايما المشاهير. مزبوط غالبا ما بيلتقوا بمشاهير الناس إذا كانوا متواجدين بهالمحل. هون اللوبي؟ هيدا واحدة من اللوبيز. أوكي. كمان قاعدة مع شوميني وهون منشوف السيمتري بالقاعدة الكنبيتين اللي بوش بعضهم يلي حكينا عنهم كمان مرة قبل. وكمان مرة عنصر الخشب من العناصر الطاغية أكتر شيء بالأوضة. وعم لاحظ ما في ألوان عم نضلنا بألوان الأرثي كولرز. مزبوط. شوفي هالمنظر شو حلو ساشا يعني فريمون بعقد. هون عم نشوف بالكوني فيو من الفيرمونت شاتو ليك لويس. هيدي وحدة من أفخم السكي ريزورتس بكندا. هيدي القعدة هي القعدة بس على هالمنظر سقعت. ايه خاصة اللون الأزرق كمان اللعب بالألوان هون الطاغي. بس القعدة بتطول العمر على هيدي البالكوني مش مسكر. صح. أوكي. لا لا ما في شيء مسكر هونيك يعني واحد بده يتحمل ينبسط بالسقعة وبالبرد و we have to enjoy it. سمبل كتير المود الديكار حتى. ايه كتير حلو هون نحن كانت من كندا. انا بميل لهيك مود اكثر يعني هيك اجواء دافيه وهيك هون بتحسي انه عن جد شتاء وثلج وبتلاقي حالك اكثر بهالجو من الانتيريور. هون عم نحكي صرنا بشتات. نحن هون بالالبينا يلي كمان واحد من افخم الوينتر وسكي ريزورتس. منلاحظ الحجر مع الراف تكستشر على الحيط. الفاير بليس كمان مره موجوده بالوسط. القعدات يلي هي حواليها يعني دائما عم نشوف انه في عنا الحجر في عنا الخشب في عنا النار. الالوان مثل ما ذكرتي قبل ساشا هادية ترابية اغلب الاوقات لانه اهم شيء وقتها تكوني قاعدة بهيك جو تكوني انت نفسيا مرتاحة. وهيدول الالوان هن اكتر الالوان يلي بيضيفوا راحة نفسية عند الزائر او عند السايح. سو دائما منلاقيهم بهالاماكن. كتير صورة. اوكي هون رحنا على جو كومبليت different. لحظة المود كيف صار futuristic very minimalist very modern. هلأ وكله أنا شخصيا very white. أنا شخصيا ما بلاقي حالي بهالجو إذا بدي أقصد winter resort. بس ما فينا ما نعترف قديش شغلة شو مشغول بطريقة حلوة
يعني فريمون كتير كتير حلوة. وهون نحن عم نحكي من إيران، من وينتر سكي ريزورت بإيران. حلو. فريمون واحدة من أجمل الأماكن إذا عم نحكي على ستيل فيتوريستيك. طب أنت جمانة كمان داخلية، أنت ما ينعمل هالقد وايت المود كله حتى السقف ما دخلنا خشب؟ أنا قولي عم تسأل الشخص الغلط، أنا I adore white يعني أوكي. كتير بحب الأبيض، بس طبعا هون عم نحكي على سعيد أوتيل، يعني الذوق أنت مثل كأنك عم تفرديه على الزائرين. يعني طبعا أنت بتكون عملت ريسيرش تبعك قبل ما تنقي الأوتيل يلي بدك تنزلي فيه، وحسب أنت ذوقك الخاص إذا بتحبي من الناس اللي بحبوا الستيل الفيوتوريستيك والأبيض بيروحوا لهونيك. بس في ناس بيلاقوا حالهم أكتر بهالجو من الانتيريور مثلا، يلي أنا بلاقيه فريمون رائع بامتياز. هون عم نحكي عن الفرنش ألبس، هيدا شالي خاص موجود هونيك، حبيت فرجيكم البساطة بنفس الوقت اللوكس تبع الفرنش ستايل. هون منلاحظ البرادة مع الباسمانتري على جنب الصورة، التخت يلي هو كتير مريح وكامل أبيض بالكامل، الخشب كمان مرة يلي بيعمل ريفيتمون للحيطان، والسجادة يلي كتير فلوفي كمان بيضة يلي بتضيف جو من الدفء وبنفس الوقت من الكوزينس على الغرفة. ما غمقوا بالكاربت، تركوها فاتحة فاتحة لحتى تعمل كونتينويتي للتخت وحتى تكبر بالسبيس. فريمون كتير حلوة هيدي الصورة، كتير حلو. أوكي الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها هون وصلنا على الشتات بالاس، هيدا من الأوتيلات يلي أكتر شي مقصودين بشتاد. هون عم نشوف زاوية من المطعم يلي موجود بالأوتيل، الألوان موجودة بشكل كبير، يعني في جو من الفرح بتحسي ساشا لما تفوت لهون. السترايبس الزياح الملونة على الصوفا يلي ظهرها مستعمل بنفس الوقت مثل كونسول وسابوريشن بين منطقة والتانية من الأوضة. صح، بس هون معتمد المصابيح أكتر من يعني اللايت سيستم هون. صح، دائما الإنارة بتعطي جو من يعني جو خاص بالغرفة. يعني هون في كتير مشغول على مبدأ اللوكس بالديكوراسيون، والإنارة جزء منها. يعني منشوف كتير كريستلز، منشوف في فخامة حتى بالشراشف وبالكوفير على الطاولات. يعني ما تقولي إلا أنت بالشتات بالاس. يعني لا. You know أنه بليز. هيدي واحدة تانية من الزوايا كمان بالشتات بالاس، كمان دايننج اريا. بعدنا بنفس المحل مع الشيف ورا منا عم بيحضر. وهون كمان مرة منشوف العنصر الفخم الموجود حتى بالبينتينجز يلي منقية للحيطان، بالإطار تبع اللوحات. الستايل القديم شوية، لا ما نو مودرن. هلأ هيدا الستايل القديم، بس هو بالنتيجة الستايل الكلاسيكي يلي أغلبية الناس ما في تاتش عصرية. يعني ما حسيت إلا بالألوان اللي شفناها بالصورة قبل. مزبوط، بس بنفس الوقت يعني كتير حلو بفخامته بألوانه وبالستيل تبعه. أوكي ننتقل ومنسافر لغير محل. هلأ نحن جانا على أسبن، هيدي من نفس الأوتيل يلي شفناه ببداية الصور يلي قطعوا معنا، كمان من الساريجية أوتيل. هون منشوف كمان ميلة تانية من الهول مع التريا يلي موجودة بالفو بلافون مع الاندايركت لايتينج، وتحت منها الطاولة السنترال مع الارانجمان يلي مزينين عليها. بس هون شغلين على اللايتس بشكل كتير كبير واضح يعني من الصورة. مزبوط، دايما ساشا بالهولز تبع الهوتيلز أكتر شي بيكون في شغل على اللايتينج وعلى إن كان التريات أو الاندايركت لايتينج أو السبوتات وتوزيعها يلي موجود. كمان مرة منلاحظ الخشب، منلاحظ فيه الحجر الإكلاتي ملبس على الحيطان، والفخامة موجودة كيف ما تبرمي وكيف ما تروحي وكيف ما تجي. حلو، أوكي منكفي كمان بالصورة. هلأ هون حبيت فرجيكم شيء أن كو دو كوغ لإلي، ما قدرت ما فرجيكم إياه. منو أوتيل، منو شالي، إتس بوتيك لا لوي فيتون يلي فتح بال 2012. روعة، فتح بآخر 2012 كمان مرة بشتاد، ومعمول على شكل شالي سويس شالي،
وهو من البوتيكات القليلين جدا يلي اعتمدوا مبدا الفاير بليس بقلبهم. يعني اذا بتلاحظي الفاير بليس هي اليمان دومينان بالانتيريور الموجود هون، غير الديسبلاي طبعا الجزادين والتياب والشوز اتسترا. في عنا الديكور يلي فريمون لاحق ستيل لوي فيتون، في يعني لو شيك اي لا فينيس تبع الماركه. هي لفته ذكيه منهم، لانه الزبون بس او الزبونه بس تدخل على لوي فيتون بتحس حالها مرتاحه، كانه ببيتها مود مرتاح، هذا بشجع اكثر. صح، لهيك انا حبيت فاجيكم اياه لحتى انه نقول انه قديش مهم واحد يعمل ديكوراسيون معينه لبوتيك، مش لانه بوتيك تكون بشكل هيك جاف وناشف. في قعدات، في محلات بتقعدي بتاخذي قهوه، بتقعدي على رواق، يعني بتحسي حالك فريمون ببيتك. وبتعملي الشوبينج بقى هونيك وبتاخذي راحتك. بتصرفي ياخذ راحتنا، يعني بتصير فكر اي قطعه بدي اشتري، اوكي معي وقت باخذ راحتي. طبعا شو في ورانا؟ بدل ما ناخذ نهار شوبينج الجمعه كلها. انت بتكوني نايمه بالشتات بالاس، بترجعي بتنزلي على البرومناد تحت، بتفوتي على البوتيك وبتشتري كم جزمه. كثير حلوين مود الصور اليوم اللي اخترتيهم جمانة، عن جد الموضوع كان كثير حلو. حلو نشوف كمان الستايل الخاص والطابع الخاص بين منتج او ثاني شو بيختلف، وسبيشلي بموسم الشتاء يعني كيف بيكون المود دافي اكثر. اكيد اكيد. الاسبوع الجاي شو الموضوع؟ او بعد عم نعمل ريسيرش هلا عن فاير بليسز، ما بعدنا كثير عم نحكي عن كل انواع الفاير بليسز، بنعرف في منها غاز، في حطب، نحكي عنهم. وهلا اغلبيه الناس صاروا يحطوها مش اذا كان البيت بالجبل، صاروا يحطوها بس للمود لتعطي شيء حلو للبيت، احلى ديكورات مثل حضرتك بالشومينات. اوف كورس انا بدي الاقي شومينات بس على المود. انا بلاقي لك. لكن الاسبوع الجاي لازم نكون سوا اذا قلنا بنحكي بالموضوع. ميرسي كثير جمانة، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. ثانك يو ساشا. دقيقة قليلة مع الاعلان وبنرجع بنتابع باقي فقراتنا، تابعونا بعد الفاصل. فقرتنا الثقافية الأسبوعية اللي تحضر بالتعاون مع دار الشات أنطوان، رح نتطرق لكيفية اختيار عنوان ناجح للكتب، إذا كانوا كتب أدبية أو كتاب للأطفال، أو حتى كمان ممكن يكون بخانة كتب الحياتيات أو اللايف ستايل. اليوم مثل العادة مع ضيفتنا المسؤولة الإعلامية بدار الشات أنطوان جنان جمعاوي، رح نحكي أكثر بالتفاصيل عن عنوان الكتاب، قديش هو مهم وقديه يلفت وبيشد القارئ أكثر. مرحبا جنان. هلا ساشا، كيفك؟ تمام كيفك؟ تمام الحمد لله. جنان دائما بنختار وبتختار المواضيع اكيد المهمه والاساسيه لنشجع دائما على المطالعه والقراءه. اليوم خصصنا بها الفقره نحكي عن العنوان، قد ايه ممكن يشد القارئ وقد ايه هو شيء كثير اساسي بالكتاب. العنوان هو روح النص، روحه. يعني اذا انت بتطلعي بحدا ما بيوحي لك هذا الشخص بشيء، يعني اوكي بتقولي انه معرفه، بتقولي ما بعرف، ما ترك عندي ولا امباكت ولا انطباع. عمليا لا بيصير صديق، لا بيصير رفيق، لا بيصير زميل. هدول العنوان بالنسبه للكتاب هو مثل هول الاشخاص اللي ما فيك تخرقيهم. العنوان اذا ما خرقك ما اشتريتي للكتاب، ما قريتي للكتاب، ما بيلفتني، ما بيشدني حتى اقرا الكتاب. اكزاكتلي. بغض النظر هون اذا كان الكاتب معروف ولا لا جنان، الكاتب لما بيكون معروف بيصيروا للاسف، طبعا عم بحكي انا هيدا ترند عالمي، نمط عالمي، لما بصير كثير كاتب معروف ما بقعد كثير بهمه العنوان. عمليا انت لما بتصيري فان لكاتب معروف شو ما طلع حتشتري، ان شاء الله مسمي. شو عفني حاطط نقطه، يمكن ما سمى. اكزاكتلي فكرت بنقطه. يعني بتشتري لان انت لاحقه الكاتب. بس بعدهم في ناس بتحترم انه لا، العنوان هو جزء اساسي من الروايه، وجزء اساسي من تسويق الروايه، وجزء اساسي من روحها للروايه. صحيح. بس قد ايه صعب انه نختار العنوان؟ يعني هو اصعب شيء بعتقد، يعني حتى البرامج التلفزيونيه عنوانها او اسمها صحيح كمان بيوقفوا عنده. صحيح. فكيف ككتاب خاصه انه معروف اليوم انت العالم الاعلامي، انا بدي اقول لك خذي امراه حامل بتضلك 9 أشهر حامل، بتنقي مليون اسم. صحيح. بتكون ربيانه كل حياتها، انا بس تجيب بنت بدي سميها ساشا، بدي سميها مريات، اللي هو بتجي اخر يوم
ما بقى بدها تسمي هذا الاسم. صح. بتغير. بتفتح القواميس. ولادة الكتاب مثل ولادة. هو ولادة. مين بيختار الاسم؟ يعني مين بيختار؟ يعني هون قدي صعبة على الكاتب أو النشر. أو النشر. الكاتب طبعاً بيختار. في يكون مصر على العنوان. وفي يقنع دار النشر. بس دار النشر إذا بتقول له هذا العنوان ولا ممكن يبيع. ولا ممكن يعني. بدو يضطر يقدم تنازلات. يعني بدي انا ما زال فتحنا السيره في شيء مهضوم يعني جبت طبعاً بحبوا هدول دراكولا الروايه المعروفه يعني كان اسمها ذا ديد اند ديد الميت غير الميت. الناشر تبعه قال له نو واي هيدا ما بيبيع اول شيء منفر مرتين. صح. في روايات كثير هيك مثلا شو بدك يا ساشا War and Peace تبع تولستوي. War and Peace السلام والحرب. صح. كان اسمه All is well that ends well. All is well that ends well. أوكي شو فرقت يعني هيدا before and after بدها. مثلا لوليتا اللي معروفة كلاتها لنابوكوف شو كانت The Kingdom by the Sea ولا إلها علاقة بس جنان إلها علاقة إنه يكون العنوان مختصر يعني بتلاحظ العناوين الطويلة عادة ما بتكون ملفتة قد عنوان يكون مختصر يمكن كلمتين بس صايب صائب ايه بيصيبه أي. الإيجاز مهم يعني بيقولوا لك من كلمتين إلى ثلاثة بس شرط إنه ما يخل بالمعنى يعني إذا أنت بدنا نقول مثلا جملة ونقصنا منها كلمة صارت بتوحي للقارئ شيء مضلل لا يمت إلى مضمون الكتاب بصلة يعني العنوان ما صاب يعني الإيجاز مطلوب بس من دون الإخلال عناصر الجذب بالعنوان أساساً كتار أول شيء هي الوضوح من دون مباشرة وسطحية يعني ما تقولي له للقارئ كل شيء يعني القارئ بالآخر ذكي ولما نقرر يقرأ يعني لأنه هو جعباله يغنى أكتر فأنه ما معقول نقول له إياها بشكل مباشر هلأ في تفصيل بين الرواية والكتب الأطفال وهيدول بس أنه في مثل بدك تمسي اول شيء بدك تستفزيه بدك تستفزي عواطفه سواء الفضول لا يعرف اكثر هاو تو بي بليونير ايه انا مين ما بده يصير مليار ملياردير مش مليار ملياردير بدك تصيري فضوله بدك تصيري عواطفه عواطف الحزن او الفرح الشديد بس بدك تصيري الغضب شراقد اطلس الأطلس الممزق بيحكي عن رواية بتحكي عن أنه نحن العالم لازم يكون قائم على الغنايا ولازم نكبهم للفقراء ليترلي كاتبة هيك المرة هيك بهالطريقة ايه 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 العنوان بيستفزك بأنه هي عم تخزق الأطلس كله وتعيد صناعته هي هيك بتلاقي بده يستفزك العنوان 1984 تبع جورج أورويل يعني ما في أشهر بتقولي ليش 84 مع العلم أنه كتبها بال 49 بتطلعي هيك بتقولي هيدا عم يستشري بتفكري ايه انه شو في ناس ممكن تقول ساينس فيكشن انا شو بدي بهيدا القصة بس كمان اذا بنعرف شو كان العنوان بنقول لا منيح ال 84 جنان في هون بحب اعرف اوقات في كتب بتترجم يعني كتب بتترجم من اللغة الانجليزية او الفرنسية او كل لغات العالم للغة العربية قديش هون دار النشر بتتأيد بالعنوان الاجنبي يعني اوقات ما فينا نترجمه زيته ما بيعطي نفس المعنى حسب حقوق الترجمة يعني اذا انت لما اشتريتي خلينا نقول هيدا الكتاب منصب شاغر هيدا مترجم جي كي رولينج هيدا مترجم جي كي رولينج الكاتبة المعروفة تبع هاري بوتر اوكي نحن كنا ملزمين بالعنوان يعني كان بالانجليزي ذا كاجوال فاكنسي كاجوال فاكنسي هي منصب شاغر تحديدا منصب يشعر بوفاة شخص بس منصب يعني اذا بدنا نقول في ترجمه ممكن تكون المكان الخالي سوري بيني وبين ساشا في مكان خالي مش ضروري نعبيه لا العنوان كنا مجبورين نعبيه بترجمه تدل على انه هناك منصب يجب شغله عشان هيك كان عنوان منصب شاغر في اوقات دار النشر او الجهه الوكيل اللي بتشتري انت منه حقوق الترجمه ما بيفرض عليك انك تلتزمي بنفس العنوان فانت بتصير بدك تعملي موائمه ادابتاسيون وفي معايير بالعالم العربي يعني هيدا الكتاب انا ساره انا لربيع المدين اوكي هيدا كان من زماناته بالانجليزي يعني كان اسمه
I the divine. I اللي هي سارة the divine الإلهة. هي كانت البطلة اسمها سارة وكانت تظن انه هي شخص عظيم وانه سميت سارة تيمنا بإلهة التمثيل في المسرح وهكذا دوليك. بس نحن بالعالم العربي تعي قولي انا الإلهة ولا ممكن بالعالم العربي. ممكن يطلعوا لك بفتاوى، يمكن يقولوا لك حلو كثير الكتاب بجنة، بس انا ما بقدر مرقه، ما بقدر مرقه ولا بشكل اشكال يعني. فمش هيك اضطرينا نلعب على العنوان. وهون كان هو ربيع عطى هيدا العنوان. اوكي. هو في قصة بدكم خبركم، قصة انا سارة مش قصة الرواية. شو قصة العنوان؟ قصة العنوان هي البطلة اسمها سارة، برجع بفرجيه يمكن. البطلة اسمها سارة، بتظن كل الرواية انها سميت تيمنا بسارة برنار اللي هي ممثلة صهباء شعرها احمر، وكانت تحب تكون انه هي بتشبهها. في والرواية مكتوبة بطريقة غريبة انها بتبلش كل مرة من اول وجديد. يعني شابيتر 1 الفصل الواحد المقدمة. بتعيد حالها لانه سارة جوا كل الوقت عم بتجرب كل مرة تقدم حالها، كل مرة بتقدم حالها فبيطلع بتخبرنا خبرية، بترجع بتقول لا أنا مش بهي، بدي بلش بواحدة تانية، منعيد فصل أول واحد تاني. صحيح. هيك لنوصل للآخر بتكتشف إنه هي مش سارة برنار، هي سميت تيمنا بسارة الدرزية اللي هي قادة الدروز إلى وادي التيم. حلو. كمان جنان العكس، قديش العنوان ممكن يكون ملفت لأنك تاخذ الكتاب أو العكس، بس أمرار العنوان ما بيعبر عن الرواية أو النص أو القصة. هون بيكون مضلل، هون بيكون مضلل. مثل إنه بس اختاروا يمكن الكاتب بس ليلفت. في ناس بتختار عنوان بيوعد بالكثير وما بيعطيك شيء، او حتى جريء كمان لانه الناس عندها حشريه بتطلع للامور الجريئه. اكزاكتلي. مثلا في كتاب بالانجليزي اسمه بالضبط بما معناه بالعربي، يعني انه الكتاب اللي ما حتخليك امك تشتريه. ايه يعني فيك تتخيلي كم مراهقه اشتريته. ايه هذا اللي عم واللي هو اخر شيء يمكن يطلع غبي، مثل انه شو يعني كيف ترتبي اوضتك، اكيد حيفشلها. لهالمراهقة اللي استفزها العنوان. مثل في كتاب اسمه The Alchemy of Desire، Alchemy of Desire، بالآخر هو بيخبرك أشياء بديهية في الحب بالعلاقات. بالعلاقات يعني. ما لازم يوعد وعود كبيرة أو لا. مثلا في ممكن، ما بعرف، بس ممكن يقلك العنوان يكون اسم محل لا تجري أحداث القصة بقلبه. صحيح. طب انه انا ليه بدي اقرا مثلا شو بعرفني القاهره والاحداث كلها عم تصير بين باريس ولبنان يعني. هدول العنوان يا بيصيب وبتبيع القصه، يا ما بيصيب وبيكون عنصر من عناصر فشل القصة. بس سؤال اخير قبل ما نختم، بعرف دهمنا الوقت، شو اكثر كتاب نبيع بدار اشات انطوان على العنوان الملفت له؟ يمكن قراء ما تابعوا الكاتب وما بيعرفوه من الاساس بس لفتهم العنوان. قليل من الموت بتعمل. قليل من الموت هيدي لمناف زيتون، فيها طباق فظيع هيدي الرواية لأنه هيدا العنوان قليل من الموت. ما حدا بيموت شوي وحدا بيموت كتير، هيدا صار له 100 سنة ميت وهيدا صار له نهار ميت مثل بعض. ما في قليل من الموت، في كتير موت. وعلى كل هيدي الرواية بحب خبر أنه وصلت على القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد. بدكم تدعوا لنا. اكيد، يلا بالتوفيق. جنان شكرا لك على كل حال. كل الكتاب لازم يمكن يتكلوا بهالقصه على دار النشر يلي بتقدر توجههم اكثر وتخليهم يربحوا مش يخسروا، تالكل يكون بالاخر ان شاء الله مبسوط والكل يقرا هالروايات يلي عم يتعبوا فيها. على كل حال اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا اخر بريك بحلقتنا لليوم وبنرجع لنكمل. نختم حلقتنا مع الفنون الجميلة وبضيافتنا فنان تشكيلة شهرته تخطت البلدين العربية وجالب بالعالم أجمع، تركة بصمة إبداع أينما حلت. اليوم بضيافتنا الفنان التشكيلة جبر علوين. أهلا وسهلا فيك أستاذ جبر. أهلا وسهلا فيكم، شرفتنا بحضورك معنا. استضافة. أهلا وسهلا أستاذ جبر. شو بيعني لك لوحاتك منا محصورة ببلد معين إنما جالت بكافة أنحاء العالم موجودة بعدها؟
يعني هذا شعور رائع عند الفنان حينما تكون لوحته تدخل متحف أو بيوت الناس، فاللغة مخاطبة للعين، فبالتالي تكون اللغة مقروءة في أغلب الدول، وهذا يساعدني كثير ويشرفني. بس الجبر قدي اليوم المسؤولية بتحسها عم بتزيد، يعني لما العالم كله بيعرف لوحاتك بيحفظها بحطها عنده ببيته بزين فيها محله، قدي بتحس انه هيدي بتعطيك مسؤولية كبيرة لتضلك عم تعطي الأجمل لكل الناس اللي تعودت تقدم لهم الأجمل؟ هو شيء أكيد أي نجاح يسويه الفنان يتطلب منا مسؤولية جديدة، يتطلب منا بحث جديد، يتطلب منا رؤية أيضا معاصرة للعمل اللي يعطيه حتى ما يكرر نفسه، فهي مسؤولية كبيرة فعلا. الفنان جبر علوان يعود إلى بيروت بعد آخر معرض وآخر عمل كان ببيروت من عام 2011، شو تغير شيء عليك بهالمدينة؟ بعرف أنه نظرة فنان التشكيلي بتكون مختلفة طبعا، لاحظت بيروت تتجدد، صار بها حياة أكثر، لاحظت جمال المدينة ازداد، الناس كثرت فيها المعارض والجاليريات، هذا ملاحظة رائعة لاحظتها في بيروت، قبل كانت معارض قليلة. لاحظت أيضا كمية من تنوع في وسط المثقفين في بيروت، وهذا شيء يسعدني. هذا دليل خير أكيد على الأعمال الفنية كمان المرتقبة والقادمة. أستاذ جابر علوين، اسمح لنا ننتقل لبرنامج سيدتي مثل العادة بآخر فقرة ببرنامجنا، منشوف برنامج سيدتي شو محضين من فقرات، واليوم مع الزميلة خلود. يسعد لي مساكي خلود. يسعد مساكي ساشا ومسا كل من يتابعنا. طبعا شكرا لانتقالك لإليك. طبعا احنا كالعاده فقرات سيدتي متنوعه، بنتناول الصحه والرياضه والموضه والازياء والفن وقضايا مختلفه. اسمحي لي اتكلم عن فقراتنا لهذا اليوم. اليوم حنتكلم في بدايه فقراتنا عن الموضه، طبعا حناخدها من جانب الاطفال، موضه الاطفال مع مصممه الازياء السعوديه عندنا اللي هي حنان دهلوي، بالاضافه لفقره طبيه حنتكلم عن متلازمه العش الفارغ وكيفيه معالجتها، بالإضافة طبعا لفقرة مهرجان جدة التاريخي اللي بدينا معاه من البداية حتى يومك الحالي وإحنا بنتابع تفاصيله، وهذا بالإضافة لفقرات متنوعة مختلفة، وأكيد ما ننسى فقرة سوبر مام ونصايحها. هذه فقراتنا لهذا اليوم بجانب الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم طبعا مشاهدة ممتعة. أكيد يا خلود، يعطيكم ألف عافية، تحية لك ولفريق عمل برنامج سيدتي، موفقين بحلقتكم لليوم. استاذ جبر، منرجع لنتابع حوارنا معك. اذا بدي احكي عن الانثى بلوحات حضرتك، اي انثى بترسم؟ انا اتناول المراه اولا بشكل جمالي، ثانيا احاول ان اتناول الحاله اللي تعيشها المراه، يعني حاله الرقص، حاله الوحده، حاله التامل، وحالات روحية عند المرأة كثيرة، أحاول أن أقرأها. أكيد أنا ما راح أكون أعرف كاملة مع المرأة، لأن المرأة بالنسبة لي كوكب آخر صعب اكتشافه. حلو. بس أحاول أن أتوصل في لوحاتي لقراءة هذا الإنسان الرائع. يعني بتستوحي من خلال جلساتك مع نساء أو من خلال أقرباء أو من خلال ما بعرف، يعني هي مصادر كثيرة مو مصدر واحد. نعم. مصدر المرأة اللي أحبها، مصدر المرأة اللي بالشارع أيضا، المرأة الممثلة، المرأة البسيطة، أستوحي هذه الأشياء من خلال قراءاتي ومشاهداتي للمرأة ومن خلال معايشتي أيضا للمرأة. صحيح. أستاذ جابر، قد ايه الفنان التشكيلي بيتأثر بكل الأحوال، بكل إذا بدك بالبيئة كمان اللي عايش فيها، بيتشرب من كل شيء وبيترجمون بلوحات؟ هو أكيد طبعا الفنان يجب أن يكون عنده عين ثاقبة لمشاهدة ما يدور من حوله، والبيئة تلعب دور كبير وكثير في تأثير الفنان. يعني أنا وجودي في روما أضاف لي أو قلب مفهوم حياتي كاملة، لأن يعني روما بلد الفن، بلد جمال، بلد بتاريخ قديم وعريق ومواكب ومواصل الفن التشكيلي والفنون الأخرى، فأكيد البيئة تلعب دور مباشر للفن. شو بدك تخبرنا عن حالات
هيك كان الاسم يلي اطلقته على المعرض تبعك، يعني حالات جمعتها من كل العالم هيك قصدك فيها او حالات انت عم بتعيشها؟ حالات انسانيه، المعرض سميته حالات يعني تناولت به حاله الانسان العربي الان وكيف التشتت والضياع والجنون واشياء كثيره يعيشها الانسان العربي الان للاسف. تناولت حاله الموسيقى، تناولت حاله المراه، تناولت حاله الرقص، تناولت حاله المقاهي. فبالتالي هو المعرض متنوع، مود وثيمة واحدة، عدة ثيمات، فلذلك سميتها حالات. يعني أنت أصريت أنك تجمع هالحالات الكتيرة أو أنه هيدا يلي بتعتقد أنه هلأ العالم العربي بحاجة لإله؟ لا شوفي، أنا حاولت في هذا المعرض أجمع بين الدراما اللي يعيشها المواطن العربي وبين الفرح المقابل، الألوان الزاهية، الرقص، الموسيقى. صحيح. يعني جمع أنه أكو لازم يكون هنالك بديل، وحلو نعيش كل هالحالات. صحيح. بلوحاتك. والمعرض مثل ما ذكرنا استاذ جابر هو بعنوان حالات، ومن اكبر المعارض بالشرق الاوسط. قد ايه نحن بحاجه لهاللفت الفنيه بيومنا غير من اللي عم نشوفه من اوضاع صعبه. انا اعتقد متابعه الفنون هي شيء اساسي بالنسبه الى تطوير الوعي وتطوير الذوق الجمالي وتطوير ايضا الروح والموسيقى، كلها مهمه جدا لمشاهده الاعمال الفنيه، الاعمال الفنيه باجمعها مو فقط رسم. بس اعتقد الان هذا المعرض لقى ردود فعل ايجابيه وحسيت كثير من الناس وتحدى الظروف كمان. نتحدى الظروف طبعا، لازم نكون ايضا نواجه الحياه بشكل جميل، مو كل شيء دراما حظيه. صحيح. كم لوحة في المعرض أستاذ جبر؟ كم لوحة بدهم؟ المعرض يقارب من 70 لوحة بأحجام مختلفة، أغلبها جداريات كبيرة مترين في مترين. حلو. وبعض الأعمال. قديم يأخذوا معك وقت وتعب و... المعرض أنا صار لي سنتين أعده، عمل سنتين وطول معايا قسم لوحات قديمة جبتها معايا، فأخذ وقت كثير من عندي. حلو حلو، وقت وتعب وجهد. بعد هالمسيره الطويله تغير شيء بنظرتك الفنيه استاذ جابر؟ هذا شيء اكيد اكيد. بالبدايه كنت قريب الى التجريد، التعبير التجريدي، الان اصبح الفيجر مالي بلون جديد، بشكل جديد، بحاله جديده. خلي حاولت ان ادخل الى عالم السيكولوجية الفرد اللي اشتغل اكثر ما هو شكل. اعتلت هم تتغير الهويه او البصمه اللي انت تميزت فيها بالبدايه؟ يعني غيرت بالاسلوب؟ الاسلوب لا، هو تقريبا متشابه، وانما طريقه الرسم طريقه اختلفت. انا اشتغل بالفيجر، يعني ارسم الانسان بشكل عندي بس انسان تعبير. الان دخل بي القراءه السيكولوجيه وبالتالي تغير عندي هذا الشيء. استاذ جابر، انت اليوم عايش بروما مثل ما عرفت بايطاليا. يعني روما معروفه وايطاليا كلها بلد الفن والرقي والارت على انواعه، فشو اخذت منها؟ يعني شو اللي هيك الوحي؟ روما مدينه عظيمه، قلبت كل مفاهيم حياتي. كنت إلى روما ذهبت، أنا صار 40 سنة عايش في روما، طلعت من العراق صغير ومن هناك عرفت ما هي قيمة الفن. لأن قبل كنا نشوف لوحة لميكال أنجلو أو ليوناردو أو عصرنا هذا عموما نشوفها على الكتاب، هناك لمستها حقيقة. فعرفت أنه لماذا ميكال أنجلو عمل بهذه الظروف، لماذا تطور الفن من أصل النهضه لحد الان، السينما لعبت دور كثير في حياتي. عرفت الواقعيه الايطاليه، عرفت كثير من المخرجين الكبار مثل فليني، مثل سليني، دي سيكا. فروما قلبت كل مفاهيم حياتي. كل المفاهيم اكيد مثل ما قالت استاذ جابر. طب اليوم المتلقي او الناس عم تقدر تقدر هالفن التشكيلي اكثر، عم بيكون في لفته حول هالموضوع. نحكي شوي ضمن نطاقنا، يعني بيروت، لبنان، في حركه فنيه عم بتشوف؟ انا عم
أتردد على المنطقة كثيرا، المنطقة العربية عموما وبيروت بشكل خاص، في قراءة جديدة، في جمهور جديد أيضا، في متابعة تشكيلية أكثر، في متذوقين ومقتنين أعمال أيضا موجودين في بيروت، وهذا شيء مفرح، شيء مفرح. أستاذ جبر، نحن بدنا نشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك. طبعا لكل عشاق الفن يلي بتقدمه بيقدروا يروحوا يتوجهوا ويشوفوا كل اللوحات يلي حضرتك عارضها. شكرا لحضورك معنا بمركز بيروت للمعارض. شكرا جزيلا. إيه، المعرض موجود في مركز بيروت المعارض، وأعتقد راح يدوم إلى 23 من الشهر القادم، وكنت سعيد إذا تزورونا انتم كمان. اهلا وسهلا فيك استاذ جابر علوين، تشرفنا بحضورك معنا. موفق. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، مثل ما بلشنا مع الموضه ومثل ما عم تسحرنا اجواء الموضه الباريزيه، يعني كل مصمم عم يتنافس مع الاخر ليقدم اجمل تصاميمه واجمل ثيابه. يعني ما بعرف ساشا، عم تحكي عن اجمل فساتين واجمل ثياب واجمل موديلات، فينا ما نحكي عن تصاميم الي صعب اللي كثير حكيوا عنها وقالوا عن جد من اروع الكولكشن. على كل حال هو المصمم الاحب على قلبي يعني شخصيا. هلا ليكي، بما انه بلال هونيك، انه هات لنوصيه فستان على الماشي يعني معنا واسطه. طيب خلينا نشوف الكولكشن بعد التقرير. ما فينا نقول شيء. لهون نكون وصلنا لختام لقائنا، بنشوفكم بكره اذا الله راد. من هلا لوقتها تضلكم بالف خير، وثانك يو سو ماتش يعني مشاهدينا، احلموا بكل هالتصاميم يلي شفتوها بالاخر. الى اللقاء.